بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم. ان شاء الله يوم جديد من البريمو. يعني اكيد كنا نتمنى ان احنا نطلع في يوم يكون فيه فوز وبهجه لمنتخبنا وللشعب المصري. ان شاء الله يعني دائما بنحبها تبقى موجوده، لكن النهارده يمكن هزيمه مخيبه لامال المصريين بهزيمه منتخبنا امام المنتخب النيجيري 1-0. يمكن ممكن تتغلب، ما فيش مشكله خالص، لكن اما يكون الاداء بالشكل ده على مدار 10 سنين سابقه، منتخبنا ما ابتداش بالبدايه دي خالص في اي بطوله شارك فيها بالشكل والاداء ده تماما. وان كان طبعا كان في بعض الامور الغريبه، يمكن انا بقالي اسبوع او 10 ايام اللي احنا كنا فيها قبل بدايه البطوله وبدايه البطوله واستعداد منتخبنا انه يبتدي اول مباراه امام المنتخب النيجيري، كنا بالنادي يعني يا مستر كروش لو سمحت ارجوك اشتغل بالشكل الطبيعي، ما تحطش حد يعني مش في مكانه، ما تلعبش حد مش مكانه. نرجو انك تكون في حالتك في اليوم ده، عشان لما تكون في حالتك في اليوم ده هتختار الاختيار الانسب للمباراه، وبالتالي ده اللي احنا كنا بالنادي فيه. يمكن ثلاث اربع ايام، يمكن الاربع ايام اللي انا ببقى فيهم، حتى زميلي اسلام صادق لما كان برضه بيطلع بيتكلم برضه في نفس الاطار، لان احنا اللي شفناه في كاس العرب كان لو بشر بالخير، وان كان قلنا ده تجربه اللي هيحصل في كاس الامم الافريقيه يبقى مختلف، ولكن النهارده فوجئنا بمستر كروش برضه بنفس الشكل، او عدم الفوقان او عدم التركيز او عدم فهم منتخبنا الوطني ولاعبيه وامكانيات لاعبينا. ممكن ما يكونش فاهم حتى الان امكانيات اللاعبين، لانه بيبتدي بطريقه ممكن تكون اللعيبه حتى الان مش مستوعباها، او حتى الان اللعيبه دي مش هي دي امكانياتها اللي بتشتغل بنفس الشكل الخططي اللي هو عايزه. حتى وان كان في بعض اللاعبين مثلا، لو في ناس ممكن يقول لك في حصل مشكله في بدايه اللقاء بخروج اكرم توفيق نتيجه الاصابه، طيب ماشي مفيش مشكله خالص، انت عندك لعيبه تقدر تشتغل عليها في الجزء الهجومي، عندك عمر كمال عبد الواحد كنت ممكن تشتغل عليه لكن ما تنزلش. انا من وجهه نظر انا واحد زي محمد عبد المنعم هو لعيب كويس جدا، لكن لما تيجي تلعب وتبص لخط الدفاع بعد منزول محمد عبد المنعم تقريبا هم اربعه بيلعبوا اصلا سرد باكات، فانت مطالب ازاي ان انت تشتغل بعد نزول ايمن اشرف كمان، مطالب ازاي انك بعد ما احرز فيك هدف انك تهاجم وتتغلب على المنتخب النيجيري اللي من وجهة نظري أنا الشخصية هو أفضل المنتخبات الكبيرة في هذه البطولة بداية ولعبا، ويعني لعيبة كويسة جدا وابتدوا بداية كويسة جدا في بداية المباراة أو بداية مباراة أول مباراة ليهم، وبالتالي أنا شايف أن مستر كروش ما كانش في حالته وما كانش مركز في المباراة، حتى في تصريحاته الى حد ما في تصريحات انا ما فهمتش منها حاجه، هو ايه المقصود؟ هو اللعيبه وحشه ولا هو بيتحمل المسؤوليه؟ بدايه الماتش كانت الشوط الاولاني وحش، الشوط الثاني احنا ما كناش في افضل حالاتنا. برضو الاجوبه بالنسبه لي الاسئله الخاصه بالمباراه بالنسبه لمستر كروش مش مفهومه، ومش عارفين نشوف ايه الاسباب وايه الاسباب اللي وصلت لمنتخبنا الوطني انه يبقى بالشكل ده. لكن في الاول وفي الاخر هي مباراه اولى ولسه فاضل لنا مباراتين، يمكن تعادل غينيا بيساو مع السودان الى حد ما بيساعدنا كتير، لكن كان املنا انك تقدم اداء جيد وتكسب وتبقى الحاله المعنويه. يعني لما نيجي نبص على التصريحات الخاصه بالمدير الفني النيجيري اتكلم قال الفوز على مصر بيدي دفعه معنويه لفرقته وللمنتخب بتاعه عشان ما بعد ذلك والادوار القادمه. اكيد لما تكسب منتخب كبير زي المنتخب المصري اكيد برضو الدفعه المعنويه بالنسبه للمنتخب النيجيري بتبقى اقوى، وده لو كان حصل بالنسبه لك كان هيبقى بنفس الوضع بالنسبه لك، والمنتخبات الاخرى هتبقى تعمل حساب ليك بشكل كبير. لكن الشكل اللي ظهر النهارده اعتقد هيطمع فيك ناس كتير، الا لو انت عدلته في الفتره القادمه بمباريات سواء بقى امام غينيا بيساو او السودان او ما بعد ذلك في ملاقات في الدور القادم ان شاء الله في حاله الصعود. انا بس بشوف ان من وجهه يعني نظري انا الشخصيه ان لو الامور مشيت بالشكل ده والاداء ده ولا قدر الله لا قدر الله حصل خروج، اعتقد ان مستر كروش مش هيبقى موجود في المباراه الفاصله في كاس العالم، تصفيات كاس العالم اللي بتؤهلنا ان شاء الله لكاس العالم. ده يعني وجهه نظري الشخصيه ان لو الاداء بالشكل ده وحصل خروج من كاس الامم الافريقيه، وده وارد لو فضلنا بالشكل ده، مش هيبقى مستر كروش هو المدير الفني للمنتخب الوطني في حاله خروجنا من كاس الامم الافريقيه بالاداء والنتائج السيئه اللي احنا شفناها النهارده. نتمنى التوفيق لمنتخبنا، نتمنى ان شاء الله التوفيق ونشوف الشكل الفني. انا مش عايز اتكلم كتير فنيا لان لازم ارحب بضيوفي اللي موجودين معايا في الاستوديو، كنت بس حابب اقول رايي من ضمن 100 مليون مصري
ولا يمكن كمان يعني اشتغلت في الكوره شويه او لعبنا في الكوره كلاعبين محترفين، فكنت حابب بس اقول رايي ان النهارده كلنا زعلانين، كلنا في حاله غضب، مصريين كلهم مش مستائين جدا من الاداء، مستائين جدا من النتيجه. لما يكون المنتخب النيجيري بيسدد عليه 15 تسديده وانت 3 تسديدات فقط، ده في حد ذاته شيء يعني مش ده المنتخب المصري، مش ده بطل افريقيا 7 مرات. حاجات كتير جدا النهارده هنتكلم فيها مع ضيوفي ونجومنا، نجوم البريمو قدامين، كابتن رضا عبد العال، كابتن سمير كمونه، كابتن ابو الدهب، كلهم النهارده نجومنا النهارده هيتكلموا في حب مصر، في حب منتخبنا الوطني وللمصلحه العامه للمنتخب الوطني. كابتن رضا برحب بيك. حبيبي يا فندم. اخبارك ايه؟ الحمد لله. هارد لك كابتن. هارد لك. هارد لك لمصر كلها. هارد لك. كابتن ابو الدهب برحب بيك. حبيبي يا رؤى. برحب بيك حبيبي. تمام. كابتن كمونه. حبيبي يا رؤى منور. هارد لك النهارده ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. كابتن رضا انا مش يعني عارف عندي اسئله كتير، لكن خليني انت بالذات يا كابتن هقول لك قول اللي انت عايزه بقى اتفضل. ما انت كنت عن الماتش كنت بتعارضني لما كنت قلت لك ان كروش قليل فنيا، فانت قلت لي لا، فقلت لك ده عجاز، فانت قلت لي لا يعني ما اجابه غير كده، ما الراجل واخدنا رابع في البطوله، فانا قلت لك ده اكبر عجاز لما جبته لي تاني. ف ده كلام بيثبت بس ان للناس ان احنا الحمد لله رب العالمين عندنا رؤيه، ورؤيه لازم تحترم ويتاخد بيها، يا اما ما نطلعش بقى في البرامج ونتعب نفسينا. احنا بنعمل برامج الرياضيه دي عشان ايه؟ يبقى فيها استفاده. يعني انتوا مثلا بتجيبوا دكتور عشان يقول لك تغذيه، ودكتور عشان يقول لك تعمل ايه في الرياضه الصبح، واللي 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 كل الكلام ده، فبنستفاد. طب احنا دلوقتي بنتكلم في عمق فنيات الكوره. من اول ما شفت الراجل ده قلت لك ان فنياته ضعيفه. كل مصر قلبت عليا وكل مصر هاجت عليا. عايز اقول للناس بس الجهابزه دول، ايه رايكم النهارده؟ هو مين اللي كان عنده حق؟ وفي ناس تقول لك إيه؟ لا نسيبه يكمل ونديله. ما انت لو كملت مش هتوصل. انت لسه بتقول دلوقتي لو بقى بالشكل ده مش هيبقى في المباراتين الفاصلين، صح؟ هو كابتن ده الطبيعي يعني، انا من وجهه نظري لو في الشكل ده وخرجت ده مش انت بس. ما هو بص يا كابتن، اصل خلاص بص، هو في شخصيه النهارده، الناس بنتكلم على شخصيه منتخب تقدر تفوز على منتخب كبير من انت النهارده. يا عم اخسر النهارده، بتلعب امام منتخب ممكن يلعبك على فكره في بغض النظر تصفيق. انا بقول لك اخسر، بس تخسر صحيح. انت قاعد تسقف للناس وتقول احنا المنتخب هيجي منه، الراجل عامل فكر جديد ده، بس اما اللعيبه تحفظ بس انت تبقى كويس. احنا ما بنلعبش كوره يا فاروق بجد، والله العظيم احنا ما بنلعب كوره. بدليل الشناوي بتجي له الكوره بمجاي شلوط وصلاح قد كده، حتى مصطفى محمد اللي المفروض ياخد الكور دي لعب ناحيه الرايد. تريزيجيه عشان بس ما نظلمش اللعيبه، انا بقول لك اهو وعلى مسؤوليتي، ولا لعيب تحاسبه، اللي يتحاسب الراجل ده. سبب نكدنا النهارده وان احنا قاعدين كلنا وكل مصر قاعده زعلانه هو الراجل ده، اللي الناس 3-4 اللي حامينه اللي جابوه وقعدوا يصدروا لنا، هو مش جاي لافريقيا، هو مش جاي للبطوله العربيه. طب انتوا مشيتوا حسام البدري ليه؟ مش عشان سوء الاداء؟ طب ايه رايكم في الاداء النهارده؟ احنا بقى بص في اتحاد جديد وداخلين على ان شاء الله الفتره اللي جايه على دوله جديده وعاصمه جديده، فكل حاجه لازم تتغير. انتوا النهارده انت لسه بتقول لي لازم، لا بعد النهارده الراجل ده لو في عندنا ناس مسؤوله بجد يمشي والكابتن ضيا يكمل. هتبقى صعبه. سيبنا كمل، سيبنا كمل وبعد كده كمل. بس يا كابتن بالمنطق صعبه ليه؟ ليه صعبه ليه؟ المنطق ما عمره ما يقول لك وانت لا منطق منطق، اصل ده مش قران. اسمعني ده مش قول رايك يا كابتن، بس انا بقول لك المنطق عمره لا المنطق بص بطوله كبيره انك تمشي المدير الفني عشان لا يمشي، ما بيعملش. في بدايات ممكن كانت وحشه وتكمل بعد كده تبقى كويس. حبيبي عشان تكمل تبقى كويس ضيا يكمل، انا بقول لك وعلى مسؤوليتي، واخد بالك؟ لسبب، لان اللعيبه هتحس بالخطر خلاص. الراجل ما بيقولش حاجه يا فاروق، الراجل النهارده طب قول لي مصر كلها هايجه وهاجت علينا لما انا طلعت مره وقلت ايه مرموش مش هو اللعيب السوبر معاك هنا في البرنامج، وقلت ان مرموش يعني ماشي لعيب كويس وكل حاجه، بس مش هو عشان جاب جون في ليبيا يبقى هو اللي تعمل له الضجه دي ودخله حته ايه، اصل صلاح في الماتش التاني كان حاقد عليه، اصل صلاح ان مش عارف عشان ان هو نجم النجوم اللي هو اقسم. وانا قلت لكم الماتشات الصعبه هي اللي هتبين اذا كان مرموش لعيب تقيل ولا مش لعيب تقيل. قول لي النهارده كان دوره ايه؟ مع ان برضه ما تظلموش. بالظبط يا كابتن. ايوه انت مش عارف اللعيبه، انا مش عارف في لعيبه بتخش في تحركات بعض.
يعني ما تيجي تبص ليه بقى برؤيه كده ليه لعيبه بتخش تحرك لان مش واخدين على حاجه، هم واخدين ان انت العب طويل لمصطفى محمد والتانيه لاي حد. هي دي اللي فانت النهارده بتتفاجئ ان نيجيريا اللي هي نيجيريا هي اللي بتمسك كوره، بتبدا من حارس المرمى للاتنين مساكين، لان هم اللي بيلعبوا كوره واحنا بنلعب، احنا اللي بنجري وراهم. بس انا عايز اكد معاك برضه يا كابتن، يعني برضه هسيبك تكمل. برضه احنا لعيب الكوره، وفي اوقات مدربنا ما ممكن ما يكونوش بيقول لنا حاجه، لكن روحنا واصرارنا في الملعب ممكن يخلي شكل المباراه يتغير. النهارده انا ولا شفت روح ولا شفت اصرار، وانت مغلوب لا يعطيه عم فاروق، لان الراجل برضو اصلا ما عندوش الحته دي. لازم انت عندك لعيبه كبيره تقدر على خبرات تغيروا الشكل، دي برضه تيجي لازم يعني اللعيبه تتحاسب عليها برضه. لا ما تتحاسبش والله، ما تتحاسب. احاسبهم لو انا نفسي احضر محاضره اشوفه بيقول ايه وبيدي اللعيبه ايه. انت بتقول لي التحركات بيخشوا في بعض، امال انت بتتمرن ليه؟ امال بقالك اسبوع عامل لي معسكر واخد اللعيبه صبح وبالليل والظهر ليه؟ مش عشان انا كل ما بيجيبوا رساله عشان نتفرج عليهم بيعملوا بدني. طب انت هتعمل لصلاح بدني؟ هتعمل للنني بدني ومرموش بلاش دول. طب الدوري بتاعنا شغال، هتعمل بدني دلوقتي؟ ما شفتش مثلا يجيب لك تكتيك يقول لك تكتيك يتعمل مثلا؟ مش هيجي في الرسائل اللي كابتن. ليه مش هيجي في الرسائل؟ لا 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 بيعمل بس لا صدقني واضح ان هو مش واصله للعيبه الشكل اللي هو عايز ينفذه، او ما عندوش أو حاجه ما بيعملش. لا 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 لازم يعمل عشان يطمننا احنا كمحللين، يطمننا احنا كشعب مصر اللي بيفهم في الكوره. احنا دلوقتي عندنا 120 مليون ولا 110 مليون وربنا كلهم مدربين، وربنا وبيفهم اكتر من الراجل ده وربنا. النهارده بص شوف التعليقات، يرضي ربنا تريزيجيه، وده مش ذنبه، تريزيجيه بقاله سنه ما لعبش الا 10 دقائق، تيجي تبدأه في ماتش زي ده؟ طب ماشي ده بدأه مثلا في غينيا بيساو في السودان عشان نقول تجهزه اخر ربع ساعه مثلا عشان تجهزه وتاخده في، انما تبدأه من الاول دي رقم واحد. مرموش طيب الادهى بقى كمان واللي هيخلينا بقى نلطم على وشنا، احمد فتوح مصاب وقال لك من امبارح في الرسائل ان هو مصاب. طب تبدأ بيه النهارده وبعدين تغيره بين الطايمين؟ يعني طب انت بتحس بين الطايمين كمان؟ الطايمين ده فتوح، انا بتكلم انا اكرم. لا لا بس أكرم. مشكله فتوح يا كابتن. طب انت عارف ان هو مثلا بتخرجه وانت في اللحظه دي انت داخل خسران. فيك داخل فيك هدف خسران، هل الطبيعي ان انا انزل ايمن اشرف؟ لا ممكن تنزل ايمن اشرف يعني، بس ولا يبقى في حد عنده الامكانيات في المكان ده وفي نفس الوقت عنده القدرات الهجوميه؟ مفيش حد اشول. ما تلعبش امام عاشور مثلا؟ مش لازم هقول لك على حاجه، انت النهارده يعني بصراحة شابوه لمحمد عبد المنعم اللي بلعب في حتة غير حتته. ورغم كده أكرم توفيق على فكرة هو والوينش واخدينها عافية وفتحة صدر، وأنا بقول لهم إن الدوري المصري غير البطولات دي. النهاردة الوينش بياخد الكرة وعايز يحط جسمه عشان زي ما بيعملها هنا يا عم سمير، وأنت كنت في الحتة دي أنت وأبو الدهب. أيوة. وعايز يحط جسمه مع الأفارقة، ما تقس نفسك عليهم بالقوة، انت عشان تكسب الافارقه دول تكسبهم بالمهاره. بس هو كان نازل عمر كمال عبد الواحد في المكان ده وشافه بطوله عربيه فين؟ ناحيه اليمين ناحيه اليمين. لا هو بيتكلم على الشمال على ابو فتوح. بتكلم على بتكلم حته الباك رايت ده، دي في التغييره بتاع اكرم اللي كان ناحيه الشمال يا كابتن. ايوه وحتى اكرم لو كان موجود برضه كان اكرم هيطرد. هو لعيب جامد جدا سيمون موسيس ده كابتن، ده كان بيعدي رقم 15 ده رهيب، بيعدي من الثلاثه. فانا بقول لك ايه، دي بس حته للونش والاكرم. هنا اعملوا فتحه الصدر عشان في حكام بتلحقنا، في معرفش لعيبه بتغطي علينا، لعيبه من الصراع زي دولت واقوياء زي دول. انما مع الناس دي لازم تبقى بتلعب بدماغك وبتشغل دماغك. ما قابلش القوه بالقوه لان هم مهما كان اقوى منك. دي حاجه. تاني حاجه فتوح، انت بتقول لي ايمن اشرف، ماشي ايمن اشرف ينزل، بس لازم التغييرين دول تكونوا بدري بتاع رمضان وزيزو. انت شايف تستناش. انت ايه ما تستناش كل ايوه زي ما انت غيرت ايمن اشرف على طول الاثنين دولت في ظهر ايمن اشرف، ما انت خسران، ما واحد زي اتنين زي تلاته خسرت. انا اعمل ايه؟ هو الشكل اتعدل غير لما زيزو نزل ورمضان؟ واحنا كنا شفنا جول نيجيريا الشوط الاولاني ونص الشوط الثاني. فانا بقول بقى يعني ربنا كرمنا باتنين ليهم في الكوره، حازم امام في مجلس الاداره ومحمد بركات. الاثنين دولت لو مالكوش دور بقى في الفتره دي ونشوف ليكوا قرارات، عشان بصراحه احنا زهقنا، بصراحه احنا
قرفنا وتعبنا واخد بالك، والموضوع ما يعديش بالسهل للراجل اللي هو اتعاقد مع كيروش ده، ان الفتره دي انت كده كده هتوصل لدور ال 16 بتعادل النهارده غني بس حتى لو ما تعادلتش كاتل. حتى لو ما تعادلوش انت طبيعي لازم تكسب بقى بعد اللي احنا شفناه القهر اللي شفناه النهارده ده هتكسب في الماتشين، بس المشكله بقى في دور ال 16 ودور 8 وقبل النهائي عايزين بس عشان متفقين انت كده هتطلع تاني نيجيريا هتاخد الماتشين الجايين طحن يعني ماشي ما اختلفتش معاك انت التاني هتلعب مين؟ انت ممكن تقابل السنغال، انا ماليش دعوه ممكن تقابل السنغال او الجزائر لو طلعت تاني يا عم فاروق سيبك من دلوقتي ما تفكرش في اللي جاي، انت تفكر دلوقتي تكسب الماتشين انت عندك ثلاث فرص، الفرصه الاولانيه تاخد اول ودي طارت منك الفرصه الثانيه دلوقتي ان انت تاخد تاني صح؟ صحيح نفكر الاول في دي، سيبك من ان انت هتلاعب مين، ما انت مش رايح البطوله لو ما كنتش رايح ان انت مرشح يبقى ما كنا ما رحناش بقى وكنا لعبنا في دوره مرسى مطروح واخد بالك اللي هي الوديه دي، انما انت رايح بطل ومصنف مفروض خلاص فلتت مني الحته الاولانيه دي اللي هو المركز الاول اركز في الثاني اكسب الماتشين، بس احنا بعد كده في الماتش اللي هو بتاع الدور ال 16 واللي بعد دور ال 16 لو وصلنا ان شاء الله هنعمل ايه؟ ده السؤال. طيب سيبك من الكلام ده، احنا دلوقتي انقاذ ما يمكن انقاذه، لو ماتش غينيا بيساو الماتش اللي جاي كان الاداء كده الراجل يرحل والكابتن ضياء يكمل، ولما يرجع الكابتن حسام حسن يتولى الماتشين اللي جايين، لان كده سواد وكده سواد مش هنلاقي اكتر. شوف انت لسه بتقول لي ايه الروح والحماس مش بص الكابتن جوهري كان ويمكن سمير قاعد معايا وعاشره كتير قوي وكابتن ابو الدهب عاشره كتير قوي صح؟ صح كان بيلعب على النقطه دي، سيبك بقى من امكانياتك الروح. الفنيه وامكانياتك البدنيه لا هو كان دايما يلعبك على حته الروح والعزيمه والاصرار التزام واخد بالك، فكان ناجح بدي. انما بقى بجد عشان تروح بقى لاي حد فيهم، شفنا المتعه والفن والاداء الراقي مع كابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه ويسيب الخير. طيب كابتن الدهب اخد رايك في ماتش النهارده، وهل انت يعني كنت متوقع ان الراجل نفسه يعني احنا كنا بقالنا فتره ان احنا عايزين نلعب بالشكل الطبيعي ما يبقاش في تاليف في يعني في تغيير بعض اللاعبين في اماكنهم، النهارده مثلا شفنا مصطفى محمد بيلعب في وقت من اوقات جناح، شوف بنشوف صلاح هو طبعا 4 3 3 في ليفربول ما فيهاش تمركز في فكره الراس حربه ببعض، ويمكن هو كان عايز يشتغلها بالشكل ده وان هو يبعد صلاح عن الطرف على اساس ان ممكن الجهاز الفني في نيجيريا واللاعبين مركزين صلاح بيلعب كناحيه اليمين وبالتالي بوقفينه ناس، فحب يخدع الفريق النيجيري ولعب مصطفى محمد. بس هو بدا بصلاح ناحيه الرايت في الاول، ما انا قصدي ان هو بيعمل كده التحرك وبيثبت في وقت بحيث انه يحصل خلخله ويبعده عن صلاح، لكن فوجئنا ان الامور مش ماشيه، وبالتالي برضو بنشوف واحد زي تريزيجيه بنشوف واحد زي حمدي فتحي والنني مع بعض، انا كنت بشوف مين المفروض كان ينزل يستلم وهو اللي يلعب الناس، ما هي دي النقطه ما هي دي النقطه ما كانش في حد، فكل كوره كابتن ابو الدهب كان بتتلعب طوليه ما بنطلعش الكوره ما عندناش القدرات ان احنا نطلع بالكوره. رايك اصلا في النهارده في التشكيله رقم واحد وفي شكل التيم النهارده الخاص بمنتخبنا؟ لا يمكن انا كنت معاك اول امبارح فاروق وبكلمك بقول لك ان الراجل واضح انه مش فاهم افريقيا او طريقه اللعب في افريقيا، انت بتلعب واحنا قلنا قبل كده ان الراجل ده عنده الاماكن بتاعته محجوزه لبعض اللعيبه المحترفين سواء بقى ادائهم جيد سيء مالوش فيه، ان الراجل ده محترف فبيجي يلعب. النهارده شوف في لخبطه كبيره جدا في الملعب، ما انتش عارف منين بيعمل ايه، ما انتش عارف حمدي فتحي بيعمل ايه، النهارده حتى ما فيش الخطوط متباعده بينهم وبين بعض، ما فيش ربط، ما فيش حتى النهارده، حتى لو انت النهارده احنا طول عمرنا على مر الاجيال فاروق بيبقى عندنا بلاي ميكر سواء في الفرق او في المنتخبات بيلعب الفرق بيبقى فيه همزه الوصل بين الدفاع والهجوم، الراجل بيعرف يمسك كوره. النهارده تريزيجيه ظلم، والنهارده زي ما قال كابتن رضا انا مش هزيد، لان قال لك بقاله سنه ما بيلعبش، فلما لعب النهارده كمان لعبته في الحته اللي هي بلاي ميكر رقم 10 ومش عارف يعملها لك لان هو مش مهاريا، هو عاوز تلعب له في مساحه ويخش واحد على واحد فبالتالي مش هيعملها لك بطريقه جيده. انت النهارده كمان لما جيت حتى لما تعدلت دخل في الجون انت ما وصلتش لجون نيجيريا وما فيش تحركات، الناس احترموك كاسم مصر من البدايه ان هم عايزين يكسبوا فضغطوا عليك
انت النهارده يعني انا حسيت ان منتخب مصر قدام نيجيريا يعني اجزام مع احترامي ليهم النهارده ما فيش اي حاجه تذكر، ما فيش ميزه، ما فيش يعني تعمل ايه في الكور الثابته، التحركات النهارده مين اللي بيخش؟ حتى لما بدات عدلت قلت لك رمضان صبح لازم يبقى موجود من اللعيبه اللي بتمسك كوره وبتقف على الكوره كويس وبتتحرك وفي تحركات. نزل يا كابتن يا حبيبي نزل ورحت مطلع مصطفى محمد، طب انت النازل هتلعب لمين النهارده؟ زيزو لما نزل بقى في لينا شكل بنمسك كوره، حتى بيبقى عندنا خطوره ان احنا بنوصل، عندنا نفس عندنا سرعات. النهارده النني انا ما حسيتش بوجوده. عمر مرموش وانت جاي تدي كباري انت، انا حاسس ان عمر مرموش ما عندوش اهميه للبطوله. طيب تسمح لي بس كابتن يعني بس اقول الامور الخاصه باكرم توفيق ان حتى الان وطبعا اتجه الى المستشفى كابتن لاجراء اشعه عشان يطمن على ركبته، ويمكن التشخيص المبدئي اللي دايما بيتعمل، انت عارف كابتن دايما لما بنبقى في حاجه اصابه في الركبه الدكتور بيبتدي يعمل اختبارات كده بسيطه، لكن يعني الاختبارات دي بتقول ان فيها يعني بعد شهر شعاعات بتحد يعني الى حد ما ايه لما بتورم بتبقى معروفه يعني ما بتبانش، فبالتالي القطع في الرباط الصليبي دايما بتبقى التشخيص الاولاني بيقول كده، لكن ان شاء الله الاشعاعات تثبت يا رب بامر الله غير كده يعني اتمنى له سلامه وجزاء حتى في الرباط ده. يعني خلي بالك اكرم من اللعيبه الرجاله ما تخرجش على الشديد الاول يا كابتن، يعني لعيب جيد ولعيب على روحه عاليه، لكن خليني اقول لك افروق النهارده بتتفرج على لعيبه انا يعني بعيد عن مستواها، ما عندهاش مع احترام مصطفى محمد موجود في جلطة سراي لكن ما بيلعبش، انت بتعتمد على نشيل، لا انت عندك لعيبه وعندك ممكن تعدل من طريقه، لكن بالشكل ده انت كل الفرق بقت طمعانه فيك، سواء ده ممكن غاني اغنيا بيساوي النهارده بتعمل مباراه كبيره السودان، لكن بالشكل ده اداء بعيد عن مستوى ان انت حتى تاخد البطوله. احنا النهارده وصل بنا الحال يا فاروق ان بقت كل الفرق طمعانه فيك وعايزه تلعبك، الفرق اللي هي المباراه الفاصله ان هي عايزه تلعبك، انت ده مستواك الحقيقي قدام الفرق الكبيره اللي هي نيجيريا والكاميرون، واحنا يمكن قلنا المستوى هيتحسن بنعرف نلاعب الفرق الكبيره، لكن واضح احنا لا بنعرف نلعب الفرق الكبيره ولا 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 صغيره، لان مفيش شكل في الملعب، مفيش اداء في الملعب، حتى النهارده مفيش النهارده ان انت تبقى قاعد مطمن انت ممكن تجيب جول، انت مستني ان هي تتلعب. حتى النهارده تصريحات المدير الفني بتاع نيجيريا بيقول لك هم ما عندهمش الا الحته اللي بيلعب لصلاح، ان انت بتجهز حتى بنطلعها غلط. النهارده في يعني اساسيات الكوره يا كابتن رضا ان يعني استلام والتسلم العالم كله بتستلمش. دلوقتي بيلعب والحرك بيلعب. الحاجه الثانيه لما نزلت الشوط الثاني لما حبيت تعمل خطوره فاروق، المشكله كمان يعني اللعيبه بتلعب في خمس ست لعيبه في الحته اللي قدام ما تعرفش مين بيلعب فين ومين بيتحرك ازاي، يمكن انت قلت ان اللعيبه بتخبط في بعضيها في التحركات، مين اللي نزل لما رمضان صبح ومرموش وعندك صلاح وعندك زيزو، ما انت ما انتش عارف اللعيبه دي بتتحرك ازاي وبتمشي ازاي يعني ده شفنا حاجات يعني غريبة يعني في الملعب غريبة. وبعدين بعد اذنك يا ابو الدهب مرموش بيلعب 90 دقيقة وبعدين تطلع الونش، طب ما تطلع مرموش وحط صلاح تحت مثلا مصطفى محمد، وانت ما سبتش ليه اصلا مصطفى محمد يا كابتن؟ ما انا بقول لك سيب مصطفى محمد لما نزل زيزو يا كابتن، لما نزل زيزو رمضان بقى سيبه فري يجري لك في الحتة دي تحطها له في حتة مساحة وهو جاي بوشه. طيب كابتن كمونة برضه اخد رايك في اللقاء، وبتشوف اسباب الـ 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 الشكل الفني اللي حصل بالنسبه لنا النهارده والاداء السيء يا كابتن، نفس الوقت الهزيمه نفسها، انت جول دخل فيك، انت مدافع كابتن كبير، ويمكن انا لاحظت في الهدف ان لقيت ابو الفتوح بيشاور الونش اضغط انت ونش، طب ابو الفتوح ما تضغط انت انا بتكلم بقى الروح بقى انا هضغط وده يضغط وبحيث ان ما نسمعش تتفرج والراجل بيشوط يا فاروق للعيب انه يشوط. قبل دي بس يا فاروق اقول كلمه بس اتفضل، ازاي واحد زي حجازي بالخبره دي كلها يطلع كره زي دي قبل بقى ما تقول قبل الونش؟ هو طلعها كابتن راحت للعيب راجل لورا 18 تاني والتاني عملها للراجل والراجل قام جاي لطشها. اتفضل يا كابتن. بس احنا لو هنتكلم على الاخطاء الدفاعيه النهارده، لا في واضح ان في اخطاء دفاعيه، ما فيش ربط ما بين نص الملعب والدفاع، دي مشكله جامده جدا. لولا الشناوي النهارده فاروق احنا كنا شلنا 3-4 صح. خلينا نكون صراحه ان في حمله على الشناوي من شهرين ثلاثه، شناوي مش عارف ايه مش لا شناوي احسن جون في مصر، خلينا نكون متفقين. دي اول حاجه. الحاجه الاهم انت بتتكلم في الخطا اللي جه منه الجول النهارده، بتتكلم في فرقه او منتخب محترم جدا عنده محترفين على اعلى مستوى، لازم اعمل حسابه، لازم من اول المباراه اكون عامل المحاضره بتاعي يا مستر كروش طبعا، واقول للمدافعين بتوعي ان هم يعملوا رقابه دفاعيه قويه جدا. الهدف اللي جه النهارده
اخطاء دفاعيه تدرس، يعني لازم نتكلم فيها ونقف عند اخطاء دفاعيه، بمعنى عدم الرقابه الدفاعيه من الحجازي والونش وفتوح. هنا طالما الكره طلعت بره ال 18 وفي حاله الشوط على المرمى بتاعتي لازم اعمل بريشر على لازم اعمل ضغط على الفرود. ما حصلش، لا فتوح ضغط ولا الونش. لو تشوف الونش راح ضغط وادى ظهره للراجل، لو حط وشه في وش الراجل وحط رجله وهو بيشوط ما كانش هيجي الهدف. ده خطا من ضمن الاخطاء، الخطا من البدايه من حجازي. يعني المفروض الكرة جايه كده. معلش يا كابتن، ما هو وضع طبيعي حتى لو انا بغلط. لا ما طلعش كده، معلش زميل لازم يا كابتن يبقى برضو مركز. هو رضا بيتكلم في نقطه مهمه جدا يا فاروق. انت معاك، انا معاك. انا لو مدافع هي جايه كده، الاخطاء اللي انت تطلع بشكل معين ده مهم. هو بيتكلم صح بس نقطة. اعتقد يا كابتن عشان برضو انا يعني فكره احمد حجازي طلع كده لان هو الكره كانت سريعه وكان في واحد قدامه. ف بص يا كابتن فاروق، رضا بيتكلم صح. شفتها مظبوطه كابتن؟ ايوه شفتها، بس انت بالطول ده بتاع احمد حجازي ده ما تطلعش بالشكل ده. بص يا كابتن، هو بيتكلم صح ليه؟ لان احنا متعودين كمدافعين بطلع كده ما بطلعش كده. ايوه كده يعني جون. وجت جون زي بتاعت قفشه في في زي القاضيه اللي أيوة. محمود علاء عملها في العمق، قفشه راح عاملها اللي هي كوره ابدا جون. دايما ده قالب بكوره، قالب به كوره، المدافع يطلع على الاطراف، طلع في العمق تيجي فيك خطر، يعني كوره خطر عليك ممكن تيجي جون. وبالفعل ده حصل. المفروض حجاز زي ما كابتن رضا بيقول لازم يطلعها من على الاطراف. خلاص انا في خطا ممكن اصلح، ممكن نشيل بعض. لازم فتوح رجع خد خطوه لورا، كان المفروض ياخد خطوه لقدام. يا محمود انت مدافع وقال ما حصلش، يبقى اقرب واحد مين؟ الونش. يروح يضغط على الراجل ووشه وفي وش الراجل، بس خلي بالك ما ينفعش ادي ظهر، لازم بالك وكمان احط رجلي يا كابتن. ده الونش رجله. معلش، بعد ما الكوره طلعها حجازي راحت للراجل ده، فهو سند على حسب ان هو اللي هيشوط. هو ده الونش عمل كده، عاملها للراجل. المفروض احط رجلي برضه. لا ماشي، بس ما هو راح على الراجل اللي هيعمل نفسه هيشوط فحطها للراجل اللي هو جابها جول. بس يعني واخد بالك، بنتكلم في 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 اخطاء دفاعيه. لا في اخطاء دفاعيه، وكمان انت عشان تبدا من ورا هجمه او تخلي شكلك حلو ما ينفعش اعمل عمق دفاعي. الراجل شكله مرجع الرباعي خط الظهر مع الشناوي، ده في حضن الشناوي. ايوه انت كده انت بتقول للناس ايه؟ انا هتعادل، مش هنزل اكس. اهجمه كمان، يعني سيبك من التعادل، هيبقى ضغط عليك. انت سببت ضغط هجومي عليك عشان بتلعب عمق دفاعي يا كابتن رضا. بالظبط. فهنا ما ينفعش. احنا مصر، منتخب مصر تيم قوي جدا، هم اللي بدلوا لعيبه مميزه، كان هم عندهم المبادره من البدايه. يعني انت ما كانش عندك المبادره، وبالتالي طبعا هي دي البدايه يا فاروق، مهمه جدا في عالم كره القدم. في عالم في كره القدم بنقول ايه؟ انا دلوقتي البدايه بتفرق معايا، سواء بداية المباراة أو بداية فوز في أول المباراة، في أول البطولة، إن أنا تديني دفعة لقدام وأبقى أول مجموعة. ما حصلش. أنت عندك أخطاء كمدير فني، إدارة المباراة سيئة جدا، التشكيل سيء جدا، في ناس المفروض مش جاهزة بدأت زي تريزيجيه، راجل راجع من إصابة معذور، أنت حبيت تدفع بيه وتستنى رد فعله، لا مش موجود. أنا كنت بدأت بزيزو. عندك مشكلة في حتة الباك رايت، كل اللعب من عند سيميوني اللي هو الهاف الشمال، يعني محمد عبد المنعم نزل ما عرفش يعمل معاه حاجه، انه مش مكانه. هنا بقى ممكن انزل عمر كمال عبد الواحد، لان انت جربته في كاس العرب وكان جيد جدا، المفروض احطه كباك رايت. لو بصيت على الشكل الهجوم بتاعنا، لا صلاح بعيد ومرموش بعيد ومصطفى محمد بعيد، وبعدين كمان احنا اتكلمنا بعد ليه يا سمير؟ لان ما فيش معزولين يا كابتن. ايوه معزولين عشان ما فيش صانع لعب. الكور اللي بتجي لهم كلها مطفشه. لا صلاح عارف، عارف ليه يا كابتن رضا؟ ولا مصطفى محمد ولا مرموش ولا حتى تريزيجيه. فهنا عارف بقى، هنا عارف ليه يا كابتن رضا؟ لان كمون معلش. لا هنا بقى السؤال بتاعي بعد اذنك، هنا في حاجه. اتفضل يا كابتن. هنا في حاجه، اتفضل. انت مش واضح ان انت بتلعب ب 4 3 3 ولا 4 2 3 1 ولا 4 3 2 1. طب بتلعب ايه؟ ايه الطريقه اللي انت كنت تلعب بيها النهارده؟ لا بتهاجم ولا بتدافع. فمشكلة انت لازم يكون ليك شكل. وبعدين في مشكلة كبيرة جدا جدا يا جماعة النهاردة، انت كراجل مدير فني منتخب مصر لازم تعرف توظف لعبتك، بمعنى ما ينفعش صلاح تفضل تعمل روتيشن داخل الملعب، تلعبه شوية ناحية اليمين وشوية تلعبه وينجراي فيرويد، وبعدين ترجع مصطفى محمد ناحية اليمين زي ما عملته في كاس العرب بالظبط، عملتين ده لخبطة. انت لعبت لبنان والاردن والسودان والجزائر وتونس، اتعادلت مع الجزائر وكسبت لبنان والاردن والسودان،
ولعبت فرقه يعني منتخب تونس المفروض احنا لو بكام نجومنا احنا افضل اتغلبت منه، والنهارده لعبت نيجيريا المستوى الليفل العالي قوي مستوى اول اتغلبت منه. طب احنا لو قابلنا المستوى ده في تصفيات كاس العالم مين هيستحمله؟ فلازم يا جماعه نعرف ان احنا عندنا منتخب قوي، بس توظيف اللاعبين مهم جدا وكل واحد يلعب في مكانه. طيب. هي دي المشكلة يا كابتن. أنا هرجع ونبتدي الكلام بشكل فني أكتر على المباراة كابتن. طبعا كان كل واحد رأيه يا كابتن من حضراتكم بتقولوه، وأنا قلت رأيي، وكلنا في الأول وفي الآخر بنقول رأينا عشان بعض طيب الأمور. كان عايز يقول حاجة بعد إذنك. طب بس عشان عندي فاصل كابتن أبو دهب، هنرجع تقول اللي أنت عايزه. أنا بس خليني بس أقول الجملة دي لأن جملة مهمة جدا عشان الناس ما تفهمش اي انتقاد من حضراتكم. لا لا لا. يكون لا ده مصر كلها بتنتقده. لا لا هو الانتقاد لا مصر كلها بتنتقد. حضرتك فني كتير. احنا بننتقد فني حضرتك فني آه. فالفني انتقاد فني عشان الناس تستفاد من ان احنا شايفين حاجه بشكل معين ممكن يكون الراجل ما بيناش، وبالتالي لكن في الاول وفي الاخر احنا هدفنا منتخب مصر يوصل طبعا للنهائي ياخد البطوله. هدفنا نوصل لكاس العالم ان شاء الله بامر الله، وده اللي احنا يعني دعمنا للمنتخب دائما يا كابتن موجود، ودعمنا للاعبين وللجهاز الفني الموجود حاليا بشكل كبير احنا بندعمه، ولكن طبعا من حق الكباتن ان هم يحللوا فنيا في المباراه ويشوفوا الاخطاء ايه ويبتدوا يوضحوها بشكل كبير، وفي نفس الوقت نتمنى ان الاخطاء دي ما تبقاش موجوده في المباريات القادمه، وفي نفس الوقت الحاله الخاصه باللعيبه والجهاز الفني لازم تبقى تتعدل بشكل كبير عشان الامور دي تبقى كويسه او تتحسن، لان الامور لو فضلت بالشكل ده طبعا هتبقى الامور صعبه. لكن في الاول وفي الاخر احنا في ظهر منتخبنا وبندعمه بشكل كبير، وان شاء الله الامور اللي جايه هتبقى افضل، ولكن طبعا بالتركيز وبتعديل الامور اللي كانت في المباراه النهارده ان شاء الله. هطلع لفاصل وارجع للكباتن في الاستوديو. كابتن ابو الدهب بيقول اللي هو عايزه، هو كابتن ابو الدهب بيستنى لغايه لما كابتن كامونا يتكلم ويقول اللي هو عايز يقول حاجه. نطلع لفاصل كلم عادي. سقط المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في فخ الهزيمة أمام نيجيريا في أولى مبارياته بدور المجموعات للمجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون لحد 6 فبراير المقبل. الفراعنة لم يقدموا الأداء المنتظر ليهم أمام نصور نيجيريا اللي فرضوا سيطرتهم من الدقيقة الأولى للمباراة، وأثبتوا أنهم الأقدر في تحقيق الفوز بهدف وحصد الثلاث نقاط من أنياب البرتغالي كارلوس كروش اللي ظهر باهت سواء في التشكيل أو التغييرات. فما بدأش مدرب الفراعنة بتشكيل مناسب بسبب مشاركته لمصطفى محمد في مركز الجناح ووضع محمد صلاح في مركز راس الحربة، فمحمد صلاح هو أفضل لاعب جناح أيمن في الوقت الحالي، وعلى الرغم من ذلك بيرفض كيروش استغلال ذلك الأمر ووضعه في مركز راس الحربة، فما ظهرش اللاعب بمستواه المعهود اللي بيراه الجميع مع ليفربول. كمان مصطفى محمد لاعب بيمتلك إمكانيات فنية وبدنية رائعة للغاية في مركز راس الحربة، فهو لاعب بيتميز بالرأسيات، لكن المدرب رفض أيضاً استغلال ذلك الأمر ووضعه في مركز الجناح الأيمن. ولولا وجود حارس عملاق بحجم وقيمة محمد الشناوي لخرج منتخب مصر بهزيمة ثقيلة أمام نيجيريا، فتصدى الحارس للعديد من الهجمات اللي كادت تعلن عن زيادة النتيجة لصالح النصور. الجماهير المصرية لازالت بتضع الأمال والطموحات في أقدام اللاعبين، ولكن مش في المدرب البرتغالي اللي أثبت في مباراة نيجيريا أنه صاحب فكر فني محدود وملهوش أي بصمة على الإطلاق. طيب مكملين مع حضراتكم، خليني قبل ما اروح للكباتن برضو اقول موقف حصل فيما بعد اللقاء من المدير الفني، وهو انه التعامل مع الجماهير. اكيد زي ما انتم شايفين كده جماهير مصر زعلانه ومتضايقه، ده احنا بنتكلم اللي في مصر، ما بالكم بقى اللي كانوا في استاد وشايفين الشكل الفني والاداء ممكن يكون كبير لحد كبير سيء جدا بالنسبه لهم، وبالتالي احد المصريين موجودين في الاستاد يعني كان بيتكلم مع كروش بشكل في امور فنيه، وان الامور في الملعب كان هو بيقول له مثلا كنت تلعب مين مكان مين وكان لازم تلعب مين مكان مين، فالراجل مش واخد بعضه ويمشي مثلا، لا راح للمشجع وابتدى يتكلم معاه وقال له انزل انت درب احسن. طبعا هو واضح انه كان هادي الفتره اللي فاتت، وان الضغط الكبير ممكن اللي عليه مع ضغط المباراه النهارده
خلاه هو يتصرف بالشكل. لكن المفروض ما يحصلش كده. المفروض مدير فني كبير بخبراته الكبيره ما يتكلمش مع مشجع ايا كان الكلام ايا كان الانتقاد. وده في حد ذاته انا بشوف ان يعني بدايه وحشه من مستر كروش في التعامل مع الجماهير. خلينا بس اخد رايك كابتن رضا في النقطه دي. ماشي اتفضل. بص اولا اللي حصل ده منه النهارده ده ان ده اللي يدل ان هو كان مسنود على ناس اللي هي جايباه وكان قالوا له هم اللي قالوا له خلي بالك مش هو. البطوله العربيه قول لا انا مش هاخدها، البطوله الافريقيه لا مش هاخدها، واخد بالك. ولما جه الاتحاد الجديد ده بعد تصريحاته الاخيره وجم والاستاذ جمال علام قعد معاه والناس بتوع الكره قعدت معاه اكيد حازم وبركات والاستاذ جمال قبل طيب ما معروفه. طيب تسمح لي يا كابتن رضا هتقول لي بس تعليقك على دي. خليني بس نروح لواحد من نجوم منتخبنا الوطني السابقين، واحد من نجوم مصر يعني ومن افضل باكات الرايت اللي جم في تاريخ مصر، كابتن ابراهيم حسن. تحياتي ليك كابتن ابراهيم طبعا، هو المدير الكوره بفريق الاتحاد الاسكندريه. كابتن ابراهيم تحياتي ليك. سرور ربنا يخليك. الله يخليك كابتن. تحياتي لرضا ومحمود ابو الداس. حد ثاني ما هو والله يعني كابتن كمونه سمير. نسيتني ايه ولا ايه يا حبيبي؟ نسيتني ولا ايه؟ الاربعه حبايبي بصراحه. حبيبي يا كابتن، كل احنا حبايبنا كابتن، بنعتز بيك وبزمالتك دايما. ربنا يخليك كابتن. يعني يهمني اعرف رايك في مباراه اليوم يا كابتن، والهزيمه النهارده والاداء اللي ممكن يكون بيشوفه الجماهير المصريه اداء سيء جدا لا يليق باسم مصر كابتن في كره القدم. وطبعا هو وارد الهزيمه، يعني وارد انك تخسر، مش يعني مش ممنوع او حاجه مستحاله. هو انت انك تخسر او تتعادل او تكسب، الثلاثه ان الثلاث نتائج موجودين واردين جدا في كره القدم مع اي فرقه. يعني 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 ممكن بتبقى كويس وتخسر، هي بس النقطه ان انت الناس عايزه انك تعمل اللي عليك، تبقى كويس في الملعب، تبقى شكل كويس، الفكر اللي موجود في الملعب من المدرب يرضي الناس حتى لو خسرت. يعني مش زي ما بقول لك، اكيد الخساره وارده حتى وانت كويس، بس هي المشكله انك انت تخسر وانت وحش، وتخسر بكمان ممكن. انا طبعا هو المدير الفني كل احترام كروش، هو من حقه ان هو يعمل اللي هو عايزه وينزل ويطلع والتشكيل المناسب، ما اقدرش، لان ما تقدرش تحكم على المدرب. بس هي في حاجات بتبقى منطقيه بترضي الناس، وفي حاجات بتزعلها، فهو اصرارك انك تزعل الناس هي دي المشكله. يعني انت المفروض بتبقى الحاجات اللي هي طبيعيه تعملها، انما الحاجات اللي مش طبيعيه، يعني مثلا النهارده انا يعني يعني انا مش طبعا ما احبش ان انا زي ما بقول لك انقد، انا بس بتكلم كراجل متفرج، كراجل فني كراجل عملت حاجه يعني. وكفن يا كابتن، يعني كفن يا هذاك يعني فكره انك احنا بنتكلم ان في بعض الاحيان كنا بنطالب في الفتره اللي فاتت ان ما يعني التغييرات الكتير واللعيبه بتلعب في غير اماكنها، ويمكن النهارده بنتكلم على واحد زي تريزيجيه مثلا بقاله فتره طويله ما بيلعبش، فاكيد طبعا ده ملحوظ يا كابتن في المباراه. اتفضل كابتن. انا هقول لك، هو قصه ان انت انا كلمت في النقطه دي قبل كده في البطوله العربيه بالذات. البطوله العربيه دي كانت احسن وقت واحسن بالنسبه ان انت تقدر تعمل شكل كويس وتلعب بالتشكيل بنسبه مثلا 90% الاساسي بتاعك. ما تغيرش كتير في مجرد تغيير، رغم ان انت الناس كانت بتلعب اساسيه اصلا ما خدتهمش. يعني في مثلا مش على سبيل المثال اكثر يعني اكثر من لعيب كان بيلعبهم الماتشات كلها وما خدهمش. فهي القصه كلها ان انت المفروض كانت تثبت حتى التشكيل في البطوله العربيه فرصه ليك، عشان ما يبقاش ليك حجه ان انت تقول انا ما اعرفش الفرقه شكلها ايه واللعيبه شكلها ايه. انت كان قدامك فرصه كبيره جدا في البطوله العربيه، ورغم ان انا برضو معترض على حته ان انا اروح البطوله العربيه ما اخدهاش، لا اخدها حتى لو انا عظم في بوفه، يعني حتى لو ان انت تلعب باسم منتخب مصر. صحيح. وعندك لعيبه ما شاء الله، عندك عدد لعيبه في مصر كلهم يلعبوا منتخب، كلهم يعني لعيبه عاليه، وعندك جيل عالي جدا يقدر تعمل منه قماشة تكسر الدنيا. فانت ما عملتش كده، الغلطه ديت الاولانيه. النهارده زي ما بنتكلم مثلا تريزيجيه، انا من اهم اللعيبه انا بالنسبه لي، انا بحب تريزيجيه لانه لعيب مجتهد وهايل، ويمكن اسباب الرئيسيه لوصول منتخب مصر كاس عالم 2018 كان تريزيجيه نمره واحد على فكره. يعني توافقون او تختلفوا، انا بس نرجع بالذاكره كده ماتش غانا، ان انت كنت بتلعب نص ملعب
هاجمش راجل عمل بنالتي وماتش الاخير اللي كسبنا 1-0 مع الكونغو اعتقد وعمل ضربه جزاء، فهو كان مجتهد جدا وكان مؤثر جدا. فانت النهارده راجع تريزيجيه راجع من الاصابه او بقاله فتره طويله ولعيب مهم احطه على الدكه. مرموش تقريبا ما لعبش الا ماتش واحد دولي وربنا كرمه. فالدنيا مش مجرد ان انا عشان اقول انا جبت لعيب او عملت لعيب ان انا ازقه في ماتش زي دوت في كاس امم. اول مره اشوف الكلام ده، يعني هو لعيب مش ما عندوش الخبرات الدوليه ان يقدر يستحمل ان يلعب مع اول ماتش مع نيجيريا افتتاح كاس امم بره ملعبك في حاجات كتيره، في حاجات كتيره نفسيه وذهنيه لازم تكون بتفكر فيها كمدير فني. فانا المفروض ان لما اكون عندي مرموش على الدكه وعندي تريزيجيه على الدكه واشتغل وحته محمد صلاح بدا بيه مش في الكوره او في خطط كمدرب، مش غلط ان انت تعمل اول خمس دقايق لان التشكيل او محمد صلاح او حتى في الدوري العام في مجرد ان انت بتلعب ماتش كبير يبقى في لعيب مهم بتحاول ان انت كل التركيز الفرقه الثانيه هتبقى عليه. صحيح. فابتدي ان انا يعني ما مثلا لو بيلعب ناحيه اليمين اديله جناح شمال مثلا او الناحيه الثانيه دي ممكن اعمل او العبه خمس دقائق بالظبط 10 دقائق بحيث ان انا اعمل الفكر ان انا عايز الخبط الفرقه اللي قدامي ده حسب مش يعني دي وارده في الكوره، انما انا اصر ان انا العبه وضيع شكل ومجهود مصطفى محمد. طب ما ده كده اصرار غلط، هو رجع بعد كده بس رجع بعد خراب مضمون. فانت لو عايز تعمل كده يعني اعملها وارجع تاني رد يعني خمس دقايق 10 دقايق ورد تاني للراجل اللي في مكانه اللي هو واخد عليه. زائد ان انت طيب كابتن ابراهيم، كابتن ابراهيم خليني اسالك سؤال يا كابتن قبل كابتن كمونة كان عايز يسال حضرتك، هل فكره الاداء ده بيشترك فيه اللاعبين ولا المدير الفني من وجهه نظرك؟ يعني الاثنين. اوكي مين اللي طبعا بص اقول مين لك مين اللي اكتر يا ايمه؟ وسمير كان موجود وعارف وبتاع في مدرب كان مثلا لا مين اللي اكتر يا ايمه؟ يعني مين اللي يشيل الموضوع؟ ما اصل اللعيبه شكلها ما خدتش حاجه خالص. المدرب طبعا بس المدرب في ايه بقى؟ عارف لو طبيعي على رضا لو طبيعي ان انا انزل رضا وبتاع وسمير وابو الذهب كل واحد خلاص التشكيل زي ما كان الكابتن جوهر الله يرحمه كان بيعمل التشكيل معروف اللي ماشي في الشارع اللي نايم في البيت عارف التشكيل منتخب مصر في حاجات منطقيه تعملها فلما عملتهاش يبقى انت تتحمل الجزء الكبير جدا انما في جزء ان اللعيبه انت بتلعب بتشيرت منتخب مصر وعلم مصر وكسر نفسك الاصرار ما كانش موجود في النهارده رعب هم بادئين خايفين الفرقه نازله خايفه بيلعبوا يعني هل انا لما احنا فاكر رضا وفسامير والداب يعني انت كنت بنقعد مع بعضينا ماتش حقيقه وموت لو تفتكر في موسم مثلا كنا النادي الاهلي متاخرين نادي الزمالك 14 بونت كنا بننزل بنروح في اي حته بره جوه القاهره عايزين نعوض النقط دي وعوضناها وخدنا دوري مثلا بس هنا يا ابراهيم بقى في الحته دي بالذات كان بيبقى المدرب مثلا بيحطك وبيحط حسام وبيحط الناس تمام. اللي هي الكوادر واخد بالك وبعد كده دور بقى الحماس والروح والكلام ده احنا في الملعب بقى كده صح مظبوط. كابتن ابراهيم انا كمونه معاك عامل ايه وحشني كمونه حبيبي الحمد لله ان شاء الله يا حبيبي خلي الكابتن حسام يسخن عشان لا قدر الله حاجه حصلت هيمسك المنتخب لا ما انت عارف احنا مغضوب علينا وانت معاه يعني ممكن يعني في غضب لا لا يستاهل انت وكابتن كابتن واحد كبار ومفيش غضب ولا حاجه لكن ان شاء الله كابتن بتبقى وقتها بتيجي في وقتها كابتن ابراهيم يعني ان شاء الله اكمل لك في نقطه اتفضل يا كابتن انا دلوقتي نص الملعب لو انت خايف من نيجيريا او لا من من لا من حقك او غصب عنك لازم تحترم منتخب زي نيجيريا ده واجب لان انا لو انت عايز عارف ان انت في تقل فريق تقيل المفروض الماتشات دي زي ما الاهلي بيعملها كتير بتلعب ثلاثه سلندر موجودين لحد اما تشوف الدنيا ايه انت راكب حاله اللعيبه بتاعتك في حالتها ولا انما عملت مشكله كبيره انت عملت الطريقه اللي انت مش كل حاجه تتعمل مره وتقلب مرتين وثلاثه وتمشي عاملها تاني يعني مثلا مجرد حمدي فتحي انت بتسقطه لورا تمام سقطه في قلب الديفنس بتاعنا فاصبح ان عندك مين اللي موجود في نص الملعب النني وتريزيجيه راجل كتر خيره واتظلم النهارده اتظلم جدا اتظلم انه بدا واتظلم انه اتلعب في مكان زي ده فانت المفروض فضيت نص الملعب تماما لان خلاص حمدي لتحت
ونني بطريقته وشخصيته كل لعبه وشغله حتى ما يجي يستلم بيستلم برضه من قلب الدفاع بتاعك. فانت اصبحت ان انت ما فيش نص ملعب خالص. وما فيش حد كمان بيلعب الجزء الامامي يا كابتن يعني. ما انا قصدي دفاعيا وهجوميا ما بقتش موجوده. انت عندك الاثنين الموجودين لورا كمان مش الاثنين. صحيح. فانت عايز تعمل كده العب اثنين ديفندر ثابتين اقوياء عشان كده بنقول ايه. انا مش بتكلم ان احنا النغمه ان طارق حامد طارق حامد مهم ولازم يبقى موجود. فطارق حامد في ماتش زي ده يبقى مسمار في نص الملعب الماتشات الثقيله دي يبقى موجود بحيث ان يخلي يبقى في القوه بتاع فرقه زي منتخب نيجيريا تقدر تقاوم واحد قوي. انما انت الاثنين مني وحمدي فتحي خلاص فقدتهم. تريزيجيه ظلمته ومش عارف يعمل ايه. فانت عايز تعمل كده خلاص بقى كان بالمره بدل ما تتسوح تريزيجيه وتسوح مصطفى محمد ما تلعب مصطفى محمد راس حربه والعب باثنين ديفندر اقوياء في نص الملعب ولعب قدامهم مثلا محمد صلاح بحيث انه يتحرك زي ليفربول يتحرك براحته وتلعب لازم تبدا مش مثلا لازم تبدا برمضان ولازم واحد زي زيزو يبدا لو بدات ده يمين ورمضان شمال او العكس ومصطفى محمد وتحتيهم محمد صلاح واثنين بتنضم مصامير يعني 4-2-3-1 يا كابتن ابراهيم قصدك مثلا وتشوف الدنيا اللي احنا نعرفها صح. اللي احنا بنجيب عندك لعيبه والدوري كل فرقه الدوري بتلعبها واخد بالك ولا واللعيبه المصريه متعوده عليها. وبعدين دوا في الوقت يا ابراهيم لما جه ينزل رمضان صبحي وزيزو سحب مصطفى محمد قال لا طب ما زيزو راح مرتين ثلاثة من ناحية الرايت وعمل بالعرض مين اللي هياخد يعني زيزو نزل وعمل حركة وشغل جامد جدا لا وعمل بالعرض يا هيما فين اللي يقدر بقى كابتن رضا يقصد هو لما بيشتغل على الاطراف لازم حد يلعب بدماغه وصاب محمد يكون متواجد وفعلا انت مصيبة على مرموش مصيبة على مرموش ليه؟ طب ما كنت طلع مرموش ويرجع تاني عشان الناس تقول ايه طب الراجل خلاص عدل فالعب مصطفى محمد تحتيه محمد صلاح وبعدين انت خسران فانت المفروض كان واجب تعمل كده محمد صلاح زوده تحت الراجل مصطفى محمد ورمضان اللي انت صلح غلطتك لازم يبدا رمضان لعيب كوره تقيل ومن احسن لعيب في مصر بالنسبه لي. طيب كابتن يعني انا وصلت لي النقطه دي كابتن ابراهيم احنا الماتش خلص ايوه الماتشات الجايه واحنا ان شاء الله الوصول للمرحله اللي بعد كده انت هتقابل فرق بنفس قوه نيجيريا التعامل ازاي يا كابتن ابراهيم لو احنا عايزين نكمل من وجهه نظر كابتن ابراهيم احنا انا بالنسبه لي انا شايف ان احنا خلاص الماتش ده خسرناه خلاص الماتشين الجايين في المتناول اتفرجت طبعا كل الاحترام مع المنتخب السوداني المحترم الشقيق الجميل والمنتخب غينيا احنا دول في المتناول بتاعك يعني انا شايف ان انت مش خلاص ننسى الماتش دوت ونفكر ان انت تلعب تكسب الماتشين الجايين عشان تلعب تاني مجموعه يا كابتن ابراهيم فاروق بقصده ان انت عديت الماتشين اللي جايين انا في دور عارف ال 16 هنعمل ايه جايلك هو فاروق قصده كده ما انا جايلك في النقطه دي انا بتكلم ان احنا خلاص مرحله وان شاء الله بنسبه 100% ده الطبيعي على المستوى فرقه غينيا والسودان هتكسب وتوصل وتبقى تاني مثلا اللي جاي في وارد في الكوره رضا وحصلت منتخب مصر اعتقد 86 ولا خسر ماتش حاجه كده في الاول ماتش كان السنغال كابتن غالي معلش بس شوف بقى ساعتها الكواليتي بتاع اللعيبه كان عامل ازاي في محترفين يا كابتن لا معلش لا ده اللعيبه عم ده كان اللعيب ب 10 من المحترفين كان نفس الظروف دي اتغلبنا بالسنغال وخدنا بطوله الامم الافريقيه 86 كان حسام ساعتها ناشئ مش كان حسام ساعتها قاعد على الدكه ناشئ طيب يعني اذا بص بقى اللي كانوا في الملعب كابتن مصطفى عبده وكابتن الخطيب امتى عمل انت يا رضا ينهر اسود البطوله كابتن بص بعد الخساره عمل ايه؟ راح ملاعب طارق يحيى راح ملاعب شاور غريب راح ملاعب مصطفى عبده اعتقد مصطفى لعب صح مصطفى كابتن مصطفى عبده كابتن طارق ابو زيد حفظ الالقاب يعني الكباتن فابتدت الفرقه لما اتخض من الخساره ابتدى يلعب الصح فاهمني؟ فلعب الصح خدت كاس امم انا شايف وارد جدا ان انت تفوق وتبقى اللعيبه تعلى توصل للدور الثاني تبقى في قوه معنويه وفي بقى فوقان توصل على فكره وارده جدا جدا لان انت لو ما عندكش لعيبه رضا مش اقول لك
اقول لك ماشي ان انت عندك عندنا لعيبه عندها حلول صح عندك بس المشكله الراجل بيعاند ومصمم على ناس بعينها يعني احنا مثلا خسرنا لو عاند بقى عاند بقى كابتن مش يعني هيعاند على نفسه كمان ما هتمشي لو عاند هو عنيد اصلا لو عاند اكتر من كده هيمشي اتفضل يا كابتن ابراهيم انا قلتها كلمه انا قلتها طلعت وكلمت من بدري قلت الكلام الراجل ده اول ما جه كل احترام ليه على فكره الراجل ده اتعاملت معاه كمساعد مدرب كارلوس البرتو في منتخب العالم كان هو كان موجود مساعد ليه وانا لعبت معاه فيعني اكيد راجل ومسك في اكثر من منتخب وريال مدريد ومسك في مانشستر يونايتد فالراجل عنده خبرات يعني مرونه لازم اكيد, أكيد اعتقد ان هو اصلا كان حارس مرمى اعتقد يعني صحيح فاهمني فهو يقدر يمرن الشناوي كويس يقدر يمرن بس الشناوي يعني انت عارف اقول لك عشان كده الشناوي النهارده كان فايق رضا واخد بالك انما بص يا ابراهيم مش هنضحك على بعض يعني عيب قوي لما يكون ده مدرب حراس مرمى وعندنا كفاءات هو كبيره هو كان حارس مرمى يا كابتن مش مدرب حراس مرمى لا يعني هو حارس مرمى ويجي يوجه لعيبه زي صلاح وزي تريزيجيه وزي الناس نص الملعب هيقول لهم ايه هيقول له طير كده طيب انا صد كده اتفضل اتفضل يا كابتن النقطه اللي عايز اكملها فاروق رضا كلامك صح يا رضا النقطه عايز اكمل المشكله ان الراجل ده جه اتقعد معاه قبل ما يعمل اي حاجه قالوا له بص مصر الجماهير المصريه تعمل والاعلام والبتاع تعمل واحد اتنين الكلام اللي انا بقوله وربنا يا ابراهيم ما تقولوش انت والنبي لاجل النبي عشان بس ايه يعني أيوه. ربنا يجعل كلامنا خفيف عشان تيجي يعني ما تقولش أيوه. انت هنقول احنا اتفضل يا كابتن مثلا المدرب المحترم الكبير اللي عمل تاريخ كبير جدا في مصر مانويل جوزيه وفنجاده رغم فنجاده يعني ما في هناك فرق كبير جدا بينه وبين مانويل جوزيه بس بتكلم ان الناس دي اتقال له اعمل كذا كذا مع الجماهير والشارع المصري والاعلام دوس فيهم دوس واعمل اللي انت عايزه واللي يقول لك لا اقول له اعمل العكس فهو داخل في نوع من انواع العند المباشر جدا جدا وعن تعمد صحيح تعمد ان هو بيعند معاك طب انتوا عايزين لنا طارق طب ما فيش طارق عايزين لنا رضا طب ما فيش رضا في الاخر يا كابتن ما هو مش في مصلحته ولا مصلحه منتخبنا الوطني ما هو خلاص ما هو قالوا له اذبح هم قلبوا قوي وقعدوا معاه وقالوا له قول افريقيا لا وقول بطوله العربيه لا جاي ليه يا كابتن رضا عشان يطلعنا من كاس عالم كمان كابتن ابراهيم بس عشان يعني هنيجي يعني واحد مش هيجيب لنا اي حاجه خلاص وبيقبض هتعمل ايه في ايدك ايه كابتن ابراهيم تتوقع ان شاء الله الوصول لمراحل في البطوله عامله ازاي كابتن ان شاء الله بص انا قبل الماتش انا متوقع ان يحصل كده لان حتى الناس هنعمل النهارده في الشارع اقول لهم انا ما عنديش الرؤيه مش ما خلاكش المنتخب ولا المدير الفني بتاعك ما خلاش ما اداش رؤيه واضحه للناس للشعب المصري ان هيبقى حاجه ما لناش شخصيه يا ابراهيم ما لناش شخصيه طبعا بس ما انت لو ليك شخصيه ولا روح لو ليك شخصيه وهتفرضها على احنا مشكلتنا ان احنا الناس دي لما هنلعبها بدن يا ابراهيم احنا مش قدهم انما احنا كنا بنلعبهم بالمهاره والفكر انت خدت بالك كانوا بادئين ازاي فرقه ناجيرا إيه لعيبه مستوى تاني خالص لعيبه استلام الكوره السيطره الذكاء في الملعب الثقه في النفس غير عاديه صحيح انا عايزك تعيد الجون جه ازاي بص اي واحد لو اي واحد كان يحطها في السماء ده الولد سندها وهي صعبه مع عربه وجه وش رجله عارف انت الكواليتي بتاع اللعيبه الكبيره فرقه نيجيريا كلهم واقفين في ملعب ما عندهم ثقه تامه جدا جدا رغم ان هم وهم عارفين ان هم اعلى منك شوف الفرحه اللي بعد لما الحكم صفر منتخب مصر عارفين ان انت بعبع عارفين مصر انا كسبت مصر هم بالنسبه لهم رغم ان هم لعيبه تقال ومنتخب قوي وتقيل واتقل منك بس الفرحه ان انا برضه انت عارفين ان انت مصر صحيح يا كابتن صحيح يا كابتن ابراهيم كابتن ابراهيم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن ابراهيم حسن نجم منتخبنا الوطن السابق ومدير كرة بنادي الاتحاد السكندري يعني طبعا كلامه طبعا مهم جدا وتحليله خاص بمباراة اليوم طبعا مشاركة الكباتن معنا في بعض الآراء مع كابتن ابراهيم بيوضح ان في اشتراك في التحليل الفني والجزء الفني الخاص بمنتخبنا الوطني ما بين نجوم كبيرة معنا في الاستوديو ونجوم كبيرة برضو يعني مثلوا مصر وكانوا نجوم كبار في منتخبنا الوطني في نفس الوقت طبعا موجودين في
الانديه المصريه بيعملوا انجازات كبيره مع الانديه المصريه. طبعا كابتن ابراهيم بانجازاته الكبيره وكابتن حسام بانجازاته الكبيره، وبالتالي طبعا في اشتراك بشكل كبير في الجزء الفني الخاص بمنتخبنا الوطني النهارده. هطلع لفاصل ونرجع للكباتن. انا عارف كابتن ابراهيم والمكالمه كانت مهمه جدا، خد الحلقه كلها ما بينكم وما بين بعض، ما كان جه يعني كان واخد كان نورنا، خد ربع الحلقه من المكالمه. نطلع لفاصل نرجع نكمل كلامنا مع كباتن مصر في الاستوديو. مكملين مع حضراتكم، ويمكن كان في سؤال خاص بمستر كروش كنت بسأله للقيادات المصر خاص بما بعد اللقاء والتحدث مع أحد المشجعين بشكل ممكن يكون مفروض أنه ما يحصلش من مدير فني، أنه أصلا يتكلم مع المشجعين في طريقة لعب أو فنية. كابتن رضا كنت عايز أخذ رأيك في التصرف الخاص بتاع مستر كروش بما بعد اللقاء. ما ده بقى ده الفيديو هو كابتن أمام ده فلس بيقولوا تعالى تعالى ده فلس وتوتر، فلس فني وتوتر. ليه بقى؟ لان الاتحاد الجديد لما قعد معاه ألزمه ان هو لو ما جابش البطوله هيمشي. هو كان الاول عايش في ميغا ان هم مديين له التصريحات اللي هي بتاعت قول ان مش هاخد البطوله العربيه، قول ان انا مش هاخد البطوله الافريقيه، انا جاي لكاس العالم. هم كانوا مفكرين ان عمرهم هيطول قوي، واخد بالك، وهم هيحموه، وهم اللي قالوا له قول التصريحات ده. لما انا بقول لك انا عن ثقه اهو، لما اخر مره قعد معاه قبل السفر من سياده الوزير ثم الاستاذ جمال علام والناس اللي هي في الكوره زي حازم وبركات، الزموه ان هو يجيب البطوله، والتصريحات ديت احنا مش رايحين دوره ترفيهيه. فعشان كده هو متوتر، وهو اصلا كده كده ما هزيمه قاسيه برضه كابتن، هزيمه صعبه. مين اللي خلانا هزيمة؟ ماشي ما هي هزيمة، ولازم يبقى الراجل برضو اتهزمت من قطر، اتهزمت مدرب مش عايز يتغلب برضو. حبيبي ما ردش. انت عارف امتى رد؟ لو انت عامل كل حاجة في الكورة والكورة مش عايزة تخش، يبقى في الحالة دي ارد. عامل لكم ايه بقى اكتر من كده؟ ما انا ليا واحدة في العارضة، وليا ضرب الجزاء وضاعت، وليا واحدة في القائم، وليا ثلاث اربع فرص انفرادات، صح؟ ده ما فيش الكلام ده. فهو لما بيرد بيرد عشان ان هو اتحط تحت ضغط، فطالما اتحط تحت ضغط ده ممكن يطلع يضرب المشجعين. بعد خراب مالطا يا كابتن، ورا هو واضح ان هو مركز ورايح. ايوه بعد كده هيطلع ويضرب بقى. ليه بقى؟ حته اللي هي الامان اللي كان بيقولها وفاتح صدره قوي ان انا جاي لكاس العالم، لا بعد الشكل ده وبعد الشكل كمان بتاع البطوله العربيه. طب انت رحت البطوله العربيه عشان تنفذ تكتيك معين تشتغل بيه في البطوله دي، لما يجي لك كمان بقى اضافه المحترفين. لا شفنا في البطوله العربيه حاجه ولا في الافريقيه، ربنا يستر. طيب كابتن سمير رايك في الفيديو ده؟ لا التوتر انا مع كابتن رضا طبعا، احنا كمدربين ولاعيبه كوره نحس بيه اكتر. انت بتتكلم على التوتر ده بينقل للعيبه نفس التوتر ده في الملعب. حتى الماتشات اللي جايه او التمرين بتحس ان في ضغط على اللعيبه وضغط على من الجماهير على المدير الفني. الطبيعي ان انا ما اردش واستحمل النقد. الناس استحملتك في البطوله العربيه وانت ما خدتش حاجه، طلعت رابع. ده هو بره مش في مصر. يعني الموضوع يعني صعب جدا، وانا يعني مش استاد القاهره ولا جماهير انا مصر. انا يعني المدير الفني الوحيد اللي رد على جماهير بعد مباراه او بعد خساره هو مستر كارلوس كروش. ده اول مدير فني يرد على جماهير سواء بره مصر او داخل مصر. كل المدربين فعلا يا كابتن، لا ما حدش بيرد، ما حدش كان، وده الطبيعي ان انت لازم تبقى هادي عشان تنقل هدوءك ده للعيبه، ما انعكسش عليهم العصبيه بتنقل
المشكله دي للعيبه لو ابو الدهب عايز يقول حاجه. لا 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 اتفضل كمل يا كابتن، انا هاخد راي ابو الدهب. وانت اللي ماسك مذيع بس انت حاجه في اصل بيبص لي يا بيبص لي، فهو عايز يكمل عادي. مش عايز صلي على النبي، صلي على النبي، عايزين نطلع بالحلقه كده في يا ما تحطنيش في دماغك وركز مع ابو الدهب. ابو الدهب هو لو مدير فني مش هيتعصب كده، لان هو عصب. انما كيروش لا، لازم يهدى شويه، عندنا ماتشين مهمين كلنا مع المنتخب وان شاء الله نكسبه ونطلع للدور. كابتن ابو الدهب، يعني هي تعتبر لاول مره زي ما قال كابتن سمير كمان ان في مدير فني يرد على الجماهير، وفي نفس الوقت انت يعني مفروض انت تاخد الـ 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 الازمه اللي حصلت والخساره وبالاداء ده وتحاول تلم الموضوع سواء بقى مع لاعبين او مع جماهير، فالتصرف ده برضو من وجهه نظرك بتشوفه ازاي؟ لا ما هو خلي بالك يا فاروق، يعني ما هو تصريح لا يليق مدير فني منتخب مصر كبير ان انت ترد على جماهير. لا، الشعور واصل للجماهير سواء بقى اللي هناك او اللي هنا ان انت ما عندكش ثقه في الملعب. حتى الكباتن النهارده بتتكلم في الملعب في الكوره لبعض اللاعبين، انت بتقول كروش ولا اللاعبين؟ لا، في جزء يتحمله اللعيبه، اللعيبه اللي موجوده في الملعب دي محترفين، ده بيلعبوا في اكبر انديه في اوروبا، بنتفرج عليهم ده مش عارفين يعملوا حاجه في الملعب، ما فيش تحركات. النهارده الاثنين الديفندر نايمين في حضن المدافعين. انت النقطه اللي انا عايز اتكلم مع كمونه بقول لك عليها، ان الجول لما جه فينا شوف حمدي فتحي فين ونن فين، احنا كنا بنغطي اخطاء بعض. صحيح. النهارده ما فيش الكلام ده، كابتن رضا ده مش موجود في الملعب. يا حبيبي ماشي، حجازي اخطا يبقى اللي وراه كابتن يا حبيبي. انت راجع ان انت بتلعب يا فاروق، انت بتلعب 4 ورا، مش عاجبه الكلام، انت بتلعب 4 ورا والاثنين الديفندر في 18. طب انت حتى لما الكره بتتنقل قدام مفيش حد، بتبقى العدد قليل، مرموش وتريزيجيه ومحمد صلاح، التلاته مش هيعملوا حاجه والكره بتتقطع. ايه الفرق بين نيجيريا يا كابتن رضا ومنتخب مصر؟ فرقه بتلعب بهدوء، بتلعب بثقه، بتنقل الكوره صح، مش خايفين من حاجه، وعندهم القوه والسرعه. انت عشان تلعب هتلعب الماتشات اللي جايه. لا يا كابتن، فكره ان يا حبيبي هتلعب اصرار وهتقطع الكوره. انا كنت بتقابل ده لو انت في منتخب بطل وعندك محترفين، انت ما انتش عارف تفرد اسلوبك وطريقتك في الملعب. صحيح. سواء هتلاعب بقى فرقه كبيره فرقه صغيره، وده تلويش يا كابتن. الاثنين متحملين. انت النهارده اتكلمت انت وكابتن ابراهيم، انت بتقطع فين؟ مشترك يا كابتن. لا مش مشترك. لا يا كابتن، اللعيبه دي محترفين. اقول لك ليه اللعيبه دي اكبر محترفين بره. مش مشترك. اسمعني بس، ما انا اقول لك، اقول لك ليه مش مشترك. ما انتوا يا كابتن لما نزل زيزو اللعيب المحلي ورمضان صبح اللعيب اللي هو مش محترف، الدنيا قلبت. لا بس كابتن برضو هو ابو ده بيتكلم في نقطه مهمه. انا بالنسبه لي ان انا لازم ابقى انا واقف على رجلي في الملعب يا كابتن. انا مين لاعب تريزيجيه؟ ما هو انت بتقول انت قابلت ايام كابتن حسن، ما انت برضو مين لاعب تريزيجيه؟ انت بتخلينا في النار. بقول لك يا فاروق، انت هتقعد تقول ايام الكابتن حسن؟ الكابتن حسن كان عنده فرقه وعنده الاهلي واخد بطولات مع جوزيه، وعنده لعيبه جامده وعنده لعيبه قويه. كان عندك بلاي ميكر زي ابو تريكا، كان عندك لعيبه برقاء وجد. وكمان لما كان ضام يا حبيبي، لكن الكابتن حسن كان عنده جراءه. 2010 كان عنده جراءه في الملعب وخدها يا عم. ما تناقضش يا كابتن. لا مش بناقض نفسي، انا بقول لك في طريقه لعب اللعيبه لازم تفرضها. انت هتجيبها ان النادي الاهلي هو كان السبب. اه ماشي يا كابتن، مش بالنادي. النادي الاهلي ده مصري، ما كان في لعيبه. النادي الاهلي ده مصري والزمالك مصري وكل الانديه مصريه يا كابتن. لا لا لا، انت دخلتني في نقطه ثانيه. لا انا بكلمك واحده واحده كابتن. انا بكلمك ان في فروقات في المستوى في مهاره لعيبه. النهارده انت بتتكلم على منتخب مصر، ما انت مش فارد اسلوبه في الملعب ولا طريقته ولا في تنظيم ولا تكتيك يا كابتن. ما انا بقول لك جزء مدير فني وجزء اللعيبه في الملعب. لا اللعيب بص، اعمل اللي عليا. واحد زي بص، واحد زي تريزيجيه، واحد زي تريزيجيه جاي مصاب بقاله سنه، هو اللي قال للراجل العب ولا هو الراجل اللي لعبه؟ انت شفت ايه في تريزيجيه؟ اللعيبه دي دوليه يا كمون. أيوة. يعني بتلعب في اوروبا، يعني انت هتقول لي محمد صلاح يتحرك ازاي؟ هتقول لي تريزيجيه متحرك ازاي؟ انا بتكلم اللعيبه ما بتفرضش اسلوبها في الملعب، ما بنمسكش كوره. انت قلت في بدايه كلامك مرموش جاي يلعب كباك يا كابتن. ده خلي بالك، مرموش مش متحمل النتيجه ان البطوله، مش واخد باله وهو متفاجئ انه بيلعب في بطوله امم افريقيه. ده مين بقى اللي متحمل يا كابتن؟ ما احنا اللي صيفناه. وارجع يا كابتن، وارجع بقى فاروق، ارجع بس يا فاروق لنقطه بقى، ان التصريح اللي هو قاله قبل البطوله ان انا مش رايح اخد البطوله هو السبب في سوء الاداء النهارده. الروح قصدك يا كابتن؟ اه طبعا غلط. طيب انا معايا لما المدير الفني يقول ان انا مش هاخد البطوله، يبقى انت مستني. الفيديو اللي قدامي ده كابتن، بس كابتن ده جمهور مصر اللي سافر النهارده ورجع قبل الماتش الصبح. ده خاص بينا احنا، خاص بالبريمو. قعد 7 ساعات يا كابتن طيران رايح.
وقعد في الماتش شجع فريقه وبعد كده راجع في الطريق 7 ساعات تانيين، وده يمكن الجمهور الاول في العالم اللي يعمل حاجه زي كده انه يسافر بالشكل ده. اوروبا اوروبا كابتن بتبقى السفر قريب، لكن افريقيا طبعا سفر صعب ورجع بيزعلهم في المدرج، وده يعني عظم جمهورنا والشعب المصري اللي بيحب منتخبه وبيحب بلده. والله العظيم بعد كان التعامل دي التعامل ابو ده اللي انت بتتكلم عليه، التعامل من مستر كوشكا لازم يبقى افضل طبعا في ظل ناس تعبانه بشكل كبير جدا عشان صوت ازر منه حته السفر 14 ساعه تقريبا سفر غير الوجود هناك، وطبعا حاجه صعبه جدا ده لما بنسافر طياره ساعه الاسوان بنتعب وعايزين ننام، فطبعا كل الاحترام ليهم. طيب حط على فاصل كباتن ونرجع نكمل كلامنا، لان برضو حتى الان احنا ما اتكلمناش في الشكل الفني الخاص ب خط الظهر ومساندة خط الوسط بخط الظهر وخط الوسط بالمهاجمين والامور اللي كانت الى حد ما كانت محتاجه تفصيل اكتر من حضراتكم، يا ريت نتكلم فيها بعد الفاصل. نطلع لفاصل ومكملين مع ضيوفنا وكباتن مصر في الاستوديو، هم مش ضيوف طبعا، هم اصحاب مكان كباتن مصر ونجوم البريمو الدائم. الماتش بصراحه التشكيل صعب خالص والناس نازله متاخره، وبعدين مفيش هجوم وعاملين كل المطشه دفاع، وبرضك التحكيم يعني هو كان الماتش بصراحه الناس كانت قويه بصراحه، بس هي المشكله في كروش منزل الناس متاخر، يعني المفروض كانت الناس دي بدل ما كانت قاعده على الدكه كانت نزلت تعمل اي حاجه، ورمضان صبحي نازل متاخر. دي هزيمه اكيد طبيعيه، طبيعيه 100% عشان احنا ما عندناش لعيبة كفاية، احنا محتاجين مدرب وطني مش مدرب اجنبي، احنا ما عندناش لعيبة محترفين كفاية، عندنا محمد صلاح ولعيبة يعني قليلة مش زي نيجيريا وزي السنغال وزي الدول، لازم مدرب وطني، لازم مدرب وطني، وليكن حتى حسام حسن حتى يكون قلبه على البلد، حتى يكون عنده يدي اللعيبة دي روح تلعب، احنا محتاجين روح بس مش محتاجين حاجه تانية، وربنا مع الجمهور الغلبان ده. والله هو الواحد مش مطمن للمنتخب، خصوصا ان هو في استبعاد للعيبه معينه المفروض كانت تروح مع المنتخب، يعني حد زي محمد مجدي قفشه ده بيقدر يحافظ على الكره تحت رجله، احنا مفتقدين العنصر ده. احمد عبد القادر عنصر شاب، لو هو مثلا كمفكر ان هو كروش المدرب المنتخب الوطني بيفكر ان هو يساعد لعيبه ناشئين او لعيبه تحت السن عشان يبني منتخب جديد، كان عندنا حد زي احمد عبد القادر اولى ان هو ينضم من ناس تانية مش بتلعب مش بتشارك مع فرقها بدون ذكر اسماء يعني. بس هي ده كنت اتمنى يعني ان هو يدي فرصه لمحمد شريف شويه، مش عارف هو قعدوا ليه دكه لحد دقيقه 90 كده، بس ان شاء الله انا متوقع ان احنا الفتره الجايه دي هيبقى في شغل اكتر والعناصر هتنسجم مع بعض اكتر، وان شاء الله يبقى فيها ده احسن ونصعد ان شاء الله نتاهل على المجموعه حتى لو مركز تاني. هو الاداء كويس بس المشكله في المدرب مصطفى محمد راس حربة تمام، وصلاح باك صح ولا جناح تمام ولا مش تمام؟ ليه يحط صلاح مكان مصطفى محمد؟ مصطفى محمد ما بيعرفش يرفع وصلاح قصير مش هيجيب بالدماغ، فازاي يعني هو قلب الدنيا خالص، ده سبب من اسباب الخساره. سيء جدا جدا، لعيبه تعبانه، كروش مش مدرب كويس، تهزمنا واحد وكويس ان احنا تهزمنا واحد، فرق بدني جامد جدا بين مصر ونيجيريا، مفيش خطه مفيش وسط بصراحه، انني يعني تعبان جدا، انا مش عارف انني مصمم عليه ليه، وتريزيجيه بقى له 8 شهور ما بيلعبش وبينزله في ماتش مهم زي كده، مدرب تعبان برضو بصراحه. نجم المباراه الشناوي بصراحه انقذ مصر من فضيحه، ودي فضيحه عامه يعني بصراحه، الشناوي نجم المباراه، و الوسط تعبان والهجوم تعبان، محمد صلاح تحس ان هو خايف على رجله زياده عن اللزوم، مع ايه يا عمي خايف على رجله ما تلعبش باسم مصر اللي لا انا بصراحه حتى ان انت تخش على كوره خايف جدا، لا بصراحه برضو في ناس يعني لا ساديو ماني شفناه في ماتش السنغال بيأدي وبيجري بصراحه بحس ان صلاح برضو خايف على نفسه زياده عن اللزوم بصراحه، مدرب وحش ولاعيبه مش قد كده. طيب ده رأي جماهيرنا عن المباراة وما بعد الخسارة من المنتخب النيجيري 1-0. خليني بس أقول صلاح، يعني في الآخر صلاح
لعيب مهم جدا في منتخبنا وفي نفس الوقت هو واحد من اهم اللاعبين المتواجدين في العالم البيست 3، يعني واحد من البيست 3 المتواجدين في العالم كله في كره قدم، وسفير مصر في كره القدم في العالم، وبالتالي النهارده هو موجود مع منتخبه بلا شك بلا شك هو بيقدم او بيأدي دور وطني، وهو عارف كده كويس، ويهمه جدا ان منتخب بلده يكسب، ويهمه جدا ان هو يقدم احسن مباراه في حياته مع كل مباراه بيلعبها مع المنتخب الوطني، وبالتالي هي بتبقى شيء جماعي، كرة القدم شيء جماعي، زي ما انتم شايفين كده المنتخب النيجيري ضغط بشكل كبير جماعي، روح معنوية وقوة بدنية، وبالتالي عشان تقابلها الناحية التانية لازم برضو انت كمان تبقى بالشكل الجماعي ومش هتلعب لوحدك يعني، فبالتالي الشكل الفني المنتخبنا ما ساعدش كمان صلاح على ان هو يظهر بالشكل المطلوب. كابتن رضا انا بتكلم رأيك في كلامي ايه، ورأيك في ممكن تقييم الناس لصلاح النهارده من وجهه نظرك كابتن رضا؟ طبعا الناس مفكره ان صلاح هياخد الكره من الجون للجون، واخد بالك يعني الراجل اللي بيتكلم اخر واحد ده اتكلم كويس قوي لغايه الحته بتاعه صلاح، بيقول لك خايف على رجله والكلام ده. طيب مين كان كويس عشان نقول عمل كام كره لصلاح عشان نقدر نحاسب صلاح؟ قول لي بقى مين في المنتخب كله، انا بوجه كلامي للراجل ده اللي هو كلام تلت بل ممكن كل المصريين، كل اللي يتكلم يقول لك ايه اصل خاف على رجله، اصل قول لي، وبعدين بيقول لك ماني امبارح، انت اتفرجت على ماني ده كان بيلعب بالشوكه والسكينه؟ لا وبعدين منتخب صغيري كذب في اخر لا ما انا بقول، وكانوا بيلعبوا كلهم بالشوكه والسكينه، واخد بالك؟ انما انت النهارده بتحمل صلاح، انت عشان تحمل صلاح وديته للجون كم مره عشان احاسبه، وعملت له كام كوره طويله مظبوطه وهو ما جريش عليها عشان خايف، حطيت له كام كوره في رجله عشان نحاسبه، ده انت حاول لك في كوره النهارده اول كوره نوصل تكتيك مظبوط اللي هي كانت اللي انفرد بيها دي يا كابتن. لا 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 ما هو ده مفكر ان هو اوفسايد لان هو اصلا جري سبق الناس، فهو مفكر ان هو وبعدين الكوره كمان هو سبق الكوره وبقت تحتيه. صحيح صحيح، انما انا بتكلم على اول في الدقيقه 27 اول كوره ان احنا هنروح بيها على الجون اللي قعدت تخبط من نص الملعب وهو يجري، تخبط في رجل الراجل وتخبط في رجليه ويجري، طب فين انت اديت له ايه عشان نحاسبه؟ عشان بس ايه كله عمال ايه نغمه صلاح صلاح صلاح، هو صلاح هيشقلب لك؟ هو صلاح هيمسك الكوره ما انت لازم، ما انا عشان كده كنا بنقول المدير الفني يعمل حلول عشان ان صلاح. طيب حلو قوي في فكره الحلول دي يا كابتن، في النهارده هل كان في حلول؟ هل اصلا انت النهارده كان عندك بدايه هجمه او بشكل معين؟ هل ده كان خط دفاع بيعملها فخط الوسط عندك بيبتدي يشتغل بتحرك معين عشان يدي خط الهجوم؟ هل اللي حصل النهارده؟ لا طبعا، انت من البطوله العربيه انت ما بتلعبش كده، انت بتلعب الكوره الشناوي ترجع له وجا عامل شلوطه على الراس حربه، بتيجي للوينش نفس الكلام. لا بتاعت المدرب قصدي، يعني مش بتاعك منتخب مصر مش كورتك. انت بص ايام الكابتن حسن شحاته كنت بتعلم اي فرقه الادب ليه؟ لان كنت بتبداها من الاثنين مساكين، وائل جمعه مع مش عارف ابراهيم الله، واخد بالك؟ فالناس دي لما كانت بتحط الكره في الرجل، ما هو ده بقى الكلام اللي احنا بنقوله، ما تقابلش اي منتخب قوي افريقي زي نيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار والسنغال، الفرق اللي هي القويه دي، ونيجيريا مثلا زي النهارده، ما تقابلهاش بالقوه، قابلها بالمخ وبالمهاره. وانا افتكر يا كابتن المخ والمهاره في نهائي افريقيا امام جنوب افريقيا كابتن مع كابتن جوهري، لما عملت فاول كده تريكايه كده، التريكه اللي انت كسبت بيها. طيب انا استاذنك بقى، التريكايه دي معايا نجم التريكايه دي كابتن طارق مصطفى، والمدرب العام السابق لمنتخبنا الوطني كابتن طارق، تحياتي ليك كابتن. قابل اخبارك ايه؟ قابل يا طارق، كان بيقطع فيك سمير خلي بالك، انا بادي النفوس والله. بيقطع ده لابس جاكيت النهارده يا كابتن رضا يعني حلو حلو اهو يا طارق، انت هتتكلم على الجاكيت ولا ايه؟ جدا يا كابتن طارق، ولونه حلو. لا انا قلت، انا اتكلمت، انا بقول لابس جاكيت طارق، لو قلت لونه ايه هديك جايزه. ايه لو قلت لون الجاكيت ايه هديك جايزه؟ هو طالع عندي توبي 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 توبي. انت كده بص بتبسط قوي ابو الدهب، خلي بالك يا كابتن طارق. ايه بتبسط ابو الدهب كده لما بتقول على اي حاجه على سمير؟ لا لا ما الحاجات دي لسه مش هتوصل لك دلوقتي يا طارق، اتكلم ملك الشياكه. طيب ده سمير ملك الشياكه والاناره. لسه كنا بنتكلم انتم منورين. الله يخليك حبيبي يا رب، واي حد يقعد جنب الكابتن رضا فهو منور
حبيبي ربنا يبارك لك. منور يا كمش، منور يا ابو الدهب. حبيبي يا ابو يا اللي اتظلمته يا اللي اتخذته في الرجلين. والله يا كابتن رضا الحمد لله والشكر لله. انت والله كنت بتلعبوا كوره. ما تقولش انت، انا هقول ما تقلقش. ما تقولش انت. طيب كابتن طارق، يمكن كنا بنتكلم النهارده او يعني كنا بنتكلم من شويه على الشكل الفني اللي بتقابل بيه المنتخبات الكبيره وبالاخص المنتخبات الافريقيه، وكان من المتوقع ان انت هتقابل يعني فريق قوي. منتخب النيجيري دائما هو يعني من الفرق القويه ومصنفين يعني مصنف اول في المنتخبات، وبالتالي النهارده كان زي ما بيقول كابتن رضا التعامل بالشكل الفني اللي هو دائما كنا بنلعب بيه اللي هو الفكر والروح المعنويه العاليه. النهارده كابتن طارق، من وجهه نظرك رؤيتك لمنتخب مصر واسباب الهزيمه ايه؟ هل ده من ضمن اسباب الهزيمه انك ما كانش عندك روح معنويه وما كانش عندك فكر ممكن في الملعب يخليك تتفوق على القوه البدنيه والشكل الفني للمنتخب النيجيري؟ لا، خلينا روح الاول نقول طبعا يعني هارد لك للمنتخب. هزيمه واداء غير مقنع، وانا بشوف ان مباراه النهارده مباراه ما شفتهاش للمنتخب من فتره كبيره جدا جدا جدا. المنتخب النيجيري منتخب محترم ومنتخب قوي وعنده سرعات وعنده لعبة كتيرة جدا جدا، حتى عنده الثلاثة كمان اللي قدام هم غايبين، يعني عنده ثلاثة بيلعب في نابولي وودفورد، الثلاثة الفراودة اللي قدام. فبالتالي أنا لما كنت بقول يا رب نقابل نيجيريا في تصفيات كأس العالم قبل ما أشوفهم أو أقابل تونس ويبقى الموضوع 50-50، أنت النهاردة قلقتني وخوفتني من نيجيريا. كابتن المنتخبات الكبيرة الثانية أنا شفتهم يعني نيجيريا أفضلهم حتى الآن في بداياتهم في التصنيف الأول، يعني بنتكلم على الجزائر ولا المغرب. بس خلي بالك يا رؤى في نقطة، ان 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 المنتخبات برضو انت ما تقدرش تحسبها دلوقتي. عشان في طبعا عشان في 6 7 8 لعيبه غايبين، يعني المنتخب المغربي عنده خط الهجوم كله عنده كورونا، صحيح عنده ايوب الكعبي، عنده النصيري، عنده ناس كتيره جدا. حتى على المنتخب السنغالي اللي ممكن المستوى وكلهم كانوا جاهزين النهارده هو المنتخب الجزائري. بس مش مقياس الفرق الكبيره والفرق اللي دايما عندها نوع البطوله والفوز على البطوله بتيجي بالتدريج، يعني مستواها بيطلع بالتدريج. اللي عايز اقوله النهارده بصراحه وانا متابعكم ان كل حاجه في الكوره خطا اتعملت النهارده. من تشكيل، من توظيف لعيبه، من تغييرات حتى في طريقه اللعب، يعني حتى انت في مدربين وطبعا اللي معاك كلهم ما شاء الله منتخب ومدربين كبار جدا بتكلموا في الكوره احسن مني بكتير. اللي عايز اقوله ان انت في مدربين بتبدا غلط يا كابتن رضا، ويا ما تيجي تصلح صح، مش عيب. صحيح. انت بدات غلط وصلحت كمان غلط، يعني انت حتى ما عرفتش تغير التغييرات اللي انت ترجع بها للمباراه. يعني 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 ما ينفعش حتى التوظيف غلط في البطوله العربيه ودلوقتي. ما ينفعش انت مثلا بتلعب مع نيجيريا ومنتخب فيز، لا صلاح بتلعبه فين؟ صلاح راس حربة، بتلعب مصطفى محمد ناحيه اليمين، دي مش كوره. بتلعب تريزيجيه يعني لو قلت لي مثلا زيزو يلعب، مرموش يلعب، امام عاشور يلعب، اللعيب رقم 8 وكابتن رضا طبعا نص ملعب كبير وعارف، لازم يبقى عنده رؤيه، لازم يعمل استحواذ، لازم يبقى بلاي ميكر، لازم يروح يشتغل على الجول، لازم هو حلقه الوصل اللي ما بينه نص الملعب وما بين الثلاثه اللي قدام. ما ينفعش مره تلعب ايمن اشرف في السودان في ماتش منتخب السودان، والنهارده تلعب تريزيجيه. وبعدين تغييراتك كلها تغييرات فيها نوع من العشوائيه، مع احترامي ليه، مع احترامي للي جابه، مع احترامي للسي في. انا واحد من الناس ما بقتنعش حاجه باسمها سي في. انا بكلمك بامانه، واحد من الناس ما بقتنعش سي في، بقتنع بشخصيه مدرب، بقتنع بموهبه مدرب، بتغييرات مدرب، وسرعة تحويل الفريق من شيء لشيء افضل يا كابتن. يعني ده برضو ده يحترم لو حصل. يعني لا، عايز اسالك سؤال يا طارق، بس يا كابتن طارق بعد اذنك، انتوا مشيتوا ليه؟ مش عشان ان الاداء سيء؟ لا، امال مشيتوا ليه؟ عشان احنا ما فيش قبول بالنسبه لنا كجهاز في الشارع المطلوب جماهيري. لو انت اتكلمت على اداء كابتن رضا، انا اشوف يا كابتن رضا طبعا جماهيري. انا اشوف يا كابتن رضا كابتن سمير، هو بيقول قبول ومطلب جماهيري، انتوا غصب عنكم. طبعا، ما هو كابتن حسام بدري كان بيلعب كوره احسن من كيروش، دي امانه. بس اتقال ايه ساعتها؟ قال لك ان الاداء سيء، هم مشوا عشان كده. انت واخد بالك؟ احنا قلنا ان حته القبول دي وحته ان ايه، ان الناس اللي كانت ماسكه انتوا بالنسبه لهم مش مهضومين ومش جايين على هواهم.
لان انتوا كنتوا جايين في اللجنه اللي قبليهم واخد بالك، هم عايزين يعملوا حاجه قبل ما يمشوا، فقال لك نجيب الراجل ده. طب النهارده ايه رايك في الاداء؟ بعد الاداء ده مش لازم الشعب يصور ويقولوا زي ما عملوا عليك ويمشي بعد الماتشين؟ اه طبعا، بس في حاجه يا كابتن رضا، انت عارف لو الاداء بس وحش مقبوله، انما انت الاداء وحش وتوظيف اللعيبه وحش اوحش وتغييراتك وحشه، انت ما فيش حاجه النهارده ما تلعب صح، انت ما عندكش الامكانيه اللي انت تعمل كده. فانت عارف اعلى حاجه كانت في المباراه يا طارق ان الكروان احمد الطيب هو اللي كان بيزعل الماتش. اه دي حقيقه والله العظيم. اقول لك حاجه طب اقول لك حاجه كابتن رضا، والله كان بيتكلم في الكوره بس عشان جاب سيره كابتن رضا النهارده كابتن. لا والله دي حقيقه، اقسم بالله ابدا، ده كان بيتكلم، ده الراجل كان هيموت. ايوه طبعا كابتن، هو مصري يا كابتن، يا كابتن رضا، كابتن سمير، يا كابتن ابو الدهب. هو دلوقتي الراجل لما عمل التغييرات، لما غير اكرم واتصاب، الطبيعي ان انت بتنزل عمر كمال عبد الواحد اللي كان معاك في البطوله العربيه اللي جاب لك جون ولعب في المكان ده، فبتنزل محمد عبد المنعم. بس انا اعتقد يا كابتن هو شاف ان الامكانيات اللعيب اللي هو موسيس سيمون ده كانت قويه جدا، لا معلش ما هو ده هنا محتاج امكانيات تكون دفاعيه اكتر، يعني طبعا يكون عمر كمال عبد الواحد، لا عمر سريع مع الراجل كان. طب انا هقول لك حاجه بقى، انا هقول لك هو حاجه بقى. اعتقد هو فكر التفكير ده. اتفضل. لا لا انا هقول لك حاجه بقى، احنا بنلعب تصفيات كاس العالم مع تونس في تونس الاسبوع اللي مات فيه الهادي بالرخيص الله يرحمه، عندهم لعيب اسمه جمال الامام اكيد تعرفوه، الفرود الموجود يا سمير. اه طبعا الفرود لعيب جامد جدا، كان قدام موجود في الماتش ده، بيلعب في الافريقي تقريبا. طب احنا قدامنا بيلعب وينج رايت، احنا قدامنا اهداف المنتخب، اهداف المنتخب في كاس الامم 98 وانت بتتكلم يا كابتن. بيلعب وينج رايت، بيلعب وينج رايت وسريع وحريف، فقال لك مين اللي يلعب في المكان ده عشان نوقف الراجل ده؟ قال لك يلعب طارق مصطفى في المكان ده، مش محمد يوسف ومحمد عمر. قال لك ليه؟ قال لك عشان الراجل ده سريع ولازم حد معاه مهاري وسريع زيه، زي ما بقول لك كابتن رضا كده. ما تنزل عمر كمان عبد الواحد، انت خسران ايه؟ ده انت حتى ياما غيرت وغيرت الونش بمحمد شريف في اخر دقيقه، عملت تغييرين في تغييره، دخلت ايمن اشرف اللي نزلته باك شمال، دخلته جوه لعبت مين باك شمال؟ تخيل لعب مين باك شمال؟ لعب النني. لا ده كان حمدي فتحي اللي كان بيميل، لا حمدي فتحي، لا حمدي فتحي في نص الملعب وكان بيمين ناحيه الشمال لو انت خدت بالك. النني كان هو اللي ناحيه الشمال، وايمن اشرف دخل جوه مكان الونش ولعب ايمن اشرف وحجازي. فانا بشوف ان الراجل بصراحه يعني علامه استفهام كبيره جدا جدا جدا، وعندي وتصريحاته اللي احنا كنا بنتكلم فيها طارق، بنقول توظيف اللاعبين، كل واحد يلعب في مكانه. بدانا غلط في كاس العرب وقلنا يا جماعه هنا في مكاننا كل واحد يلعب في مكانه، محمد شيرين يلعب في مكانه، محمد صلاح يلعب في مكانه. والله كابتن طارق انا الاسبوع اللي فات عمال اقول ان شاء الله لعيبتنا تبقى في احسن حالاتها، كروش يبقى في احسن حالاته وما يحاولش ان هو يالف او يلعب يلعب لعيب مكان لعيب تاني او يلعب لعيب مش في مركزه، وده هيبقى الافضل بالنسبه لك النهارده في مباراه طبعا بنفس. معلش يا رؤى، انت دلوقتي معلش، انت لو بالحاله دي وهتفضل كده انت توصل للماتشين بتوع تصفيات كاس العالم، انت نفسيا وبدنيا وكل حاجه مش تمام. صحيح، انت قلنا البطوله العربيه خلاص وخلصت وما خدتش من اللعيبه باللي انت كنت بتلعبها ومصمم عليها والناس تقول لك، وده واللي كانوا عاملين شكل كويس والله العظيم يا عطل. صحيح. طيب انا عايز اقول لك اللي جاي بقى كابتن، حلول ايه يا كابتن طارق او الحل اللي ممكن منتخبنا ان شاء الله عنده مباراه امام غينيا بيساو وبعد كده السودان، وان كان طبعا البعض بيشوف ان الماتشين الحل. انا بكلمكم ما بعد الماتشين ان شاء الله نتاهل بامر الله، لكن لما تقابل فريق زي المنتخب الجزائري ولا المنتخب بنفس قوه المنتخب النيجيري مثلا كابتن، اولا هو زي ما قلنا لازم يبقى هو عنده من المقدره ان هو يعرف ان امكانيات اللعيبه اللي معاه ما تلعبش ب 4-3-3. انت عايز تلعب 4-2-3-1 اهلا وسهلا، عايز تلعب انت وعايز تختار 4-3-3 اللي يلعب دي امام عاشور ويلعب دي فيزو، اللي يلعب دي يكون عنده يا طارق احمد عبد القادر ويكون عنده زيزو ويكون عنده محمد ابراهيم ودفندر واحد بس بالظبط كده، يعني دفندر واحد واثنين هاف رايت وهاف ليفت والاثنين بيروحوا لقدام يا كابتن رضا. ايوه هم بيروحوا ويرجعوا واحد بيلعب والثاني بيروح للجول، ومحمد ابراهيم مش موجود يا طارق يا كابتن رضا. محمد هلال لاعب البنك الاهلي مثلا، انا بشوف ان مقدم موسم 10 على 10 في الحته بتاع الثمانيه دي وبيروح للجول وبيجيب جول.
فانت كنت تاخد لو انت مصمم على الطريقه دي كنت تاخدهم معاك في البطوله العربيه وتشوفهم وتجربهم. واحمد عبد القادر احمد كابتن مش موجود يا كابتن مش ولا لا ما ده انت لو عايز تلعب 4-3-3 لو كان عايز ياخد لازم يكون هاف رايت وهاف ليفت عشان يدخل. خلاص دلوقتي بقى كابتن ما هو احنا بنتكلم دلوقتي ما لعبهاش كابتن طارق انت بتقول لي 4-2-3-1 ده الافضل بالنسبه عشان تكمل بالشكل اللي يخلي منتخبك افضل افضل من الشكل بتاع النهارده. انت مباراه السودان لازم تلعب 4-2-3-1 تمام ولازم تلعب كل واحد في مكانه ولازم تضغط ضغط عالي ولازم الباكين بتوعك يزيدوا لو الباكين مش موجودين وما عندكش حلول العب بثلاثه ورا بديل اكرم توفيق كابتن السودان بديل اكرم العب توفيق العب بزيزو طرف يمين وينج يمين ايه بديل اكرم توفيق عمر كمان لعب واحد وانت مغمض ايه وانت مغمض الراجل اسف البطوله العربيه وجاب جون ومؤدي بشكل كبير وخدته معاك عشان هو لعيب كويس وبيلعب في كذا مكان يعني انت ممكن من جوه الملعب حصلت اي ظروف بتقدر تحركه في اي مكان. صحيح هو عنده القدره على كده وعلى فكره لو لعب النهارده كان تحت الفيرو كان هيبقى احسن من تريزيجيه بالظبط كده. تريزيجيه مش جاهز يا كابتن رضا وما تلعبوش في المكان ده المكان ده انت عارف بيبقى محتاج ما الراجل بيألف احنا تعودنا ان الراجل بيألف يا طارق خلاص ماشي يا كابتن رضا انت بتألف خلاص ما كل مره التأليف بيزيد انت بتألف بزياده ان شاء الله ما يألفش يعني تاني يا كابتن ألف قال محمد شريف حطه ناحيه الشمال قلنا ماشي مش عارف ننزل محمد شريف في الدقيقه 90 يضيع بيه وقت بالظبط هم نزلوا يعني كان بيضيع وقت بقى كمان طب انت بتغيره ليه كمان بدري شويه وبعدين لو عايز تغيره ما تنزله من مثلا اخر ربع ساعه لو عايز يعمل الفارق يعني لو انت لا عشان نكسب لا نزله مكان انت طلعت مصطفى نزله مكان مصطفى طب انت نزلت زيزو وعمال زيزو يعمل كرات عرضيه طب هيعمل لمين طلعه مرموش صحيح طلع مصطفى محمد كمان يا طارق عامه يا كابتن طارق اللي احنا نتمناه ان هو راجل يعني ما يعانيش ويلعب بالشكل اللي يناسبنا احنا كمنتخب طبيعي يسمع للكابتن ديا وشوقي يسمع للكابتن ديا وشوقي عشان هم اقرب حد ليه لان هو الواضح ان هو بيعاند اكتر كل مره بيعاند اكتر قبل ما تختم يا طارق والنبي اسالك سؤال في بدايه الشوط الثاني لقيت الكابتن شوقي ماسك ورقه وبيكلم ايمن اشرف عمال يشرح له بيشرح له بيدي له جدول الضرب ولا بيشرح له اكيد في تعليمات واخدها كابتن شوقي عشان هنا يوصلها لايمن ما جوه في اوضه اللبس عادي يا كابتن بياكل لا 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 جوه تبقى في اوضه اللبس عايز توصل لايه يعني عايز اوصل بلاش توصل ليه بس بلاش خلاص اصل انت بتقول مش عارف كابتن طارق بيقول لك ايه ان ضيا وشوقي يبقى لهم دور هم لهمش دور طب ما هو دور اهو دور ايه ان هو ده بره الراجل الكلام ده يبقى في الاوضه لا هو طب هقول لك على حاجه في برضه في توقف مش عارف ان الكاميرا هتيجي عليها يا كابتن لا 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 عارف في توقف وربنا عارف بص في توقف برضه راح ادى ازازه لمحمد صلاح وعمل نفسه ان هو بيكلم مش فاكر مين النني باين ولا مش عارف عمدي فتحي صح؟ بص انا عايزه يبقى له دور ودور ملموس سواء هو ولا الكابتن ضيا بس للاسف ان الراجل ما بياخدش في كلامهم خالص ولا يا كابتن رضا انا كنت مع الكابتن حسام البدري في البدايه وانا قلت للكابتن حسام البدري يا كابتن حسام ثق فيا واسال عليا لان انا بحب الراجل اللي بشتغل معاه بديله كل ما املك وانا عمري في حياتي ما كنت بلف وادور على حد اشتغلت معاه انا لو حضرتك هكون انا ماليش دور انا مش هبقى موجود فبالتالي ده المفروض. انا في البدايه حصلت خلافات بيني وبين الكابتن حسام وبعد كده هو عرفني وانا عرفته والموضوع بقى كابتن رضا انت بتقول وجهه نظرك هو المدير الفني اللي بياخد بيها او ما ياخدش بيها انا بقول مثلا 1-2-3 اقول المفروض نغير هو الوحيد اللي بيقدر ياخد القرار هو المدير الفني بس انا اقول بس صحيح. انا اتكلم صحيح. اقول ان تريزيجيه ما ينفعش يلعب في الجزئيه مهم جدا يا كابتن مهم اقول ان مهم ده كلام. يعني انا اتمنى ان شاء الله المباراه السودان ومباراه ان شاء الله هنكسب كابتن ماتشين بس ما بعد ذلك هو دي المهم بقى ان شاء الله كابتن طارق انا بشكر حضرتك كابتن طارق طبعا مصطفى واحد من نجوم المنتخب الوطني والمدرب السابق لمنتخبنا الوطني خلينا يا كابتن ابو الدهب اخدك برضو في نقطه الافضل كان يتعامل ازاي مع اللقاء تكتيكيا مستر كروش بالتشكيل اللي هو نزل بيه يعني خلينا اقول لك افرق يعني عمالين نتكلم ونعيد ونزيد في الكلام انا بكلمك النهارده انت مالكش شكل هتتعامل تكتيكيا ازاي انت النهارده محملين المدير الفني أيوة كل الاخطاء انت محافظ لعيبتك لا يا حبيبي انت هل انت اشتغلت تحفيز حاجه تحركات معينه ده انت ما انت باين في الملعب ان انت مش حافظ حاجه او بتشتغل في التمرين او عارف ان انت هتلعب فرقه زي نيجيريا
فرقه قويه وعندها سرعات وعندها وعارفين كل الكلام ده من بدري، ان الفرقه دي نيجيريا فرقه قويه وفرقه عندها هدوء بتعرف تتعامل امتى، بتعلي رتم والاداء في الملعب يا فاروق حسب ما هي عايزه، ماسكه الاداء في الملعب، بتتحرك صح، في انتشار جيد، بيمسكوا الكره صح، وده بيساعد على ايه؟ اللي ساعد نيجيريا على كده ان انت تراجعك لورا، ان انت ما عندكش حد بيضغط. يعني انت ما ادكش اوردر او ما ادكش اوامر ان انت تضغط يا كابتن، يعني ما كانش باين ايه فين. ما انت نايم في الكوره، نايم يعني زي ما بيقولوا نايم في الدوره، انت ما بتتحركش يا كابتن. عيب، انا بقول لك عيب مدرب ماشي. ايوه واقف على الخط يقول لهم اطلعوا يا كابتن، اقل حاجه في مشكله يا كابتن رضا. يا كابتن رضا يا فاروق في مشكله، انا بقول لك انه حاملين المدير. خلي بالك انت الشعور ده لو وصل للعيبه ان انت منتخب ضعيف دي مشكله، باللعيبه المحترفه اللي موجوده دي مشكله. انت النهارده يا كابتن رضا عمالين نقول المدير الفني معاك، ان المدير الفني عنده بعض الاخطاء واخطاء كتيره جدا ما تختفرش، لكن انا كلاعب كره محترف انا فين دوري؟ فين دوري في الملعب؟ انا مش هنزل اقول لعيب محترف انت بتتحرك ازاي لما تبقى كوره. انت ابدع في الملعب لما الكوره تمسكها، ابدع ازاي مش عارف، ما فيش حد ماسك الكوره في الملعب، احنا ما بنستلمش كوره، ما بنسلمش ونستلم صح يا كابتن، ما بنطلعش الكوره من ورا. ده برضو يرجع في الاول وفي الاخر لمين؟ ما انا واقف على الخط اقول لك سلم في الرجل. طب هو على فكره مش معترض يا كابتن يا كابتن انا مش معترض انت انا مش معترض على كوره، انا بقول اللعيبه اللي هي يا كابتن. لا انا دور اللعيبه بقى جه في الملعب اهو خلاص، انا مش هحافظ لعيبه محترفه دوليه تعمل ايه في الملعب؟ زي ما كابتن ابراهيم حسن دخل الوقت في مداخله قال لك ايه؟ ان اللعيبه كان لها دور في الملعب، انتوا كنتوا بتلمونا بتقولوا لنا لا الخطوط تبقى متقاربه، لازم نضغط، لا وكمان نبقى عارفين اللعيبه امكانياتك كمان فرديه لازم تشتغل يا فاروق. كان بيبقى في حلول يا فاروق، انت مش عارف تمسك الكوره يا عم فاروق. انت في الملعب هو الراجل هينزل يقول لك امسك الكوره ازاي وباصيها ازاي؟ ده حجازي بيمسك الكوره بيلعبها طويله لمصطفى محمد. بس هو واقف على الخط يعمل ايه يا كابتن؟ ما هو اكيد بيتكلم. ده ما بيتكلمش، هو ما بيتكلمش الا يا الجماهير يا الحكم الرابع. ده اول مره كده بيتكلم يا استاذ محمود، ان اداره المباراه لازم يكون له دور يوجه اللعيبه يغير تغيير كويس. في مدربين بتستنى ما بين الشوطين هم حبيب قلبي. بص يا فاروق، لو انا معلم اللعيبه حاجه واخد بالك، حتى لو انا هخش بين التايمين هقولها يا كابتن. ما انا قلت ان هو مش معلم، هو مش قلت معلم مش بدليل ان هو لما الشناوي، لكن انا بتكلم على دور اللعيبه في الملعب والونش وحدازي يطلعوا هو يكلم يقول لهم لا هدوا اللعب امسكوا ده بتوع نيجيريا يا كابتن. ده انت ما كنتش بتدافع، انت كمان ما بتاخد تاني. هو كان فاروق عليك. طب ما احنا كنا بيجبرك انك تعمل. طب ما الشوط الثاني صلاح كان بيضغط وتريزيجيه وما اعرفش مين واخد بالك، والتانيين بيعملوا الكره كده 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 بيطلعوا. طيب ما ده اللي احنا قلناه يا كابتن. انما انت لو هو له راي او له دور هيقول للعيبه سلم، حتى لو اتقطعت سلم كمان عشان عمليه التسليم دي محتاجه تحرك بشكل بس معين. فانت هتظلم اللعيبه بشكل معين، فاللعيبه ما كانتش بتعمل كده فعلا، هتظلم اللعيبه لسبب لبعض ما كانتش كل الكور طايشه يا فاروق. طيب ما ده شغل مين يا فاروق؟ مدرب. ما اقول لك مدرب. طب ما هو شغل مدرب يا كابتن. طب المدرب ما اخرس ما قالش طب انت زعلان ليه يا كابتن؟ ما انا مش فاهم، المفروض اللعيبه تتحرك في الملعب. لا هتتحرك ازاي يا حبيبي؟ ما احنا نطلع عاملين اللي علينا يا فاروق، نطلع كام لعيب كوره. انا احس ان انا طالع عملت اللي عليا. طب بلعب السهل ده النهارده، لعيبه مصر بتلعب الصعب. طب يعني النهارده نزل زيزو ونزل رمضان عارف يعمله ما انت حاسس يا كابتن؟ معلش ما دي غلطته، وده وضع طبيعي ان دي غلطه. تغييرات حلوه يا فاروق كويسه واضافه، لكن من بدري يا كابتن. ايوه ما انا لسه بقول لك من اول ما غير. ما ده المفروض اللي كان بدا بيهم. ايوه برافو عليك. بدات زي يعني ابدا باللي نهيت بيه، بس يبقى معاك راس حربه في الحته دي. لو كان عامل زي ما انت بتقول كده كنا عملنا ماتش هايل، لكن انت بتتكلم في الماتش خلاص الوقت عدى بغير في الدقيقه 60 اهم اثنين لعيبه عندي. الجون الاول الجون بتاع نيجيريا جاي في الشوط الاول ولا الشوط الثاني؟ لو انت عارف لو الشوط الثاني هنقول ماشي هو كده كويس. طيب. انما الشوط الاولاني يبقى انا لازم اعمل تغييرات عشان ان انا اخش ثاني في المباراه الحق. صحيح. انما هو تغيير مصطفى محمد هي دي انا بشوف انها من ضمن التغييرات اللي المفروض ما كانتش تحصل خالص انه يطلع. هو اللي كان يطلع مرموش اكتر المتغيرات اللي ضايقته، وكان لاعب صلاح تحت مصطفى محمد كده. انما هي المشكله كلها ان هو مش مركز. طيب انا عايزك بس كابتن عشان وقتي بس يعني طب ابدا بخلص كده عشان ابدا بخلص ما يبصليش لا حاجه بقول سريعا بس اتكلم انتوا كابتن كابتن تقييمك بس عشان بعد كده احنا بنحب كلام بعد الفاصل يا كابتن. هطلع للفاصل يا كابتن رضا وناخد يعني المرحله اللي جايه ماتش السودان وغينا. طب مفيش تقييمات ولا ايه؟ ما انا بكلم اديني تقييمات للاعبين بعد اذنك كابتن. كابتن ابو كمونه وكابتن ابو الدهب ارقام. اتفضل كابتن رضا اتفضل. نقول لي التقييمات بعد اذنك. طيب الشناوي يعني النهارده تدي ابو الشناوي كام في كام من 10؟ 9 ونجم المباراه الاول. تمام. ولو ما كانش هو كانت هتبقى فضيحه. اوكي. فتوح 3 تمام بس عشان مصاب طبعا. والغلطه غلطته. حجازي 2 الونش
2، اكرم توفيق ما لحقش، تريزيجيه 1، حمدي فتحي 1، محمد النني 1، عمر مرموش 0، محمد صلاح 2، مصطفى محمد 1. طب محمد عبد المنعم يا كابتن ياخد 6، ايمن اشرف، ايمن اشرف يعني 3، زيزو ياخد 7، رمضان يا كابتن ياخد 4، شريف ملحقش. طب كابتن كمونة يعني مش هنختلف، يعني ممكن نختلف نشتري. طب ما تحطوا كمان المدير الفني. عايز تحط المدير الفني؟ لازم. ادي المدير الفني 3 اصفار. او ربنا تحت الصفر، 3 تحت الصفر. اتفضل يا كابتن كمونة. شناوي 9، فتوح 3، حجاز 4، لونش 3، اكرم 1، ظروف الإصابة، تريزيجيه عشان مش جاهز ممكن 3، حمدي فتحي 6، النني 5، مرموش 3، مصطفى محمد، صلاح 4، مصطفى محمد 4. طيب عبد المنعم، محمد عبد المنعم 6، أيمن أشرف يا كابتن، أيمن أشرف 5، زيزو 7، رمضان 7، شريف خليهم دول 6. 6 إيه؟ شريف ده نزل مننا والحكم صفر. يعني طب كيروش يا كابتن، كيروش مش عايز تزود على الاصفار دي حاجه؟ لا هو ده هو براحته هو الصفر. انا اديله 2 النهارده. تمام كابتن ابو الده. يعني والله مش عاوز ادوم تقييمات، يعني بلا ده ديت انا بكلمك بدي كلاعيبه. يعني هو كابتن رضا بيقول لك ان اللعيبه ديت ما عليهاش عتاب ومحدش عاتبها، وانت مديهم درجات يا كابتن اتنينات وتلاتات. ايوه يبقى في غلط عند اللعيبه اهو. لا 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 ده مش ذنبهم، لان هم اصلا بيلعبوا. بكلمك بقى كوره. طب اديني تقييمات. لا ما تقييمات. بص الشناوي هو نجم المباراه، ولو شو هو زي ما كمونة قال قلنا غير كده، قلنا شلنا كتير. برافو عليك. انت هنتكلم بقى اتكلم بالبلدي. اكرم توفيق انا مش هقيمه لانه اتصاب في بدايه المباراه، لكن هو من لعيبه الرجاله. عندك حجازي، انا ما اعرفش حجازي بقى عنده بطء شديد في التحركات وحتى في الباص، يعني ما بتلعبش الصح. هديله 2، الونش 2، فتوح كان بيلعب ومصاب وكان الله يعني انا عذره، اديله 3، النني انا اديله 2 يا فاروق، حمدي فتحي 2، صلاح اديله 4، تريزيجيه يعني ما بيلعبش في مكانه ومش لعيب مهاري ومش هو البليمكر اللي هيعمل لك الربط بين الدفاع والهجوم، فبالتالي اديله 4، عمر مرموش انا 0، مصطفى محمد 1. ما انت زي اهو. لا ما انا ما خدتش صلاح. لا يا كابتن عشان بس الوقت بس غش غش محمد صلاح. لا ما غش وربك ما شفتش. طب محمد صلاح. لا محمد صلاح اديله 4. طيب محمد عبد المنعم. لا محمد عبد المنعم بيلعب مش في مكانه، اول مباراه دوليه لعبها. لا لعيب كويس ولعيب 5 ومش مكانه. ايمن اشرف يا كابتن. ايمن اشرف باك ليفت وادى دوره الدفاعي كويس، اديله 4. زيزو لما النهارده بتحس بخطوره في الملعب. لا زيزو لما نزل واحنا طالبنا ان هو يلعب هو رمضان صبحي، لكن انت على الاداء اللي هو نزل بيه ان هو بيحاول وهو سريع، لا اديله 5. صبحي رمضان صبحي. لا صبحي ياخد 4. وشريف يا كابتن تديله ولا ما لا ما لحقش. اخيرا كيروش بقى كابتن. مين كيروش؟ لا كيروش بيلوش كام؟ لا مش هديله، ما بيلوش يعني ايه يا فاروق؟ لا ما انا بقول لك لا 1. لا حرام انت تديله. اصل هتطلع الناس هتطلع يقول لك ده سيفي قوي وسيفي مش عارف ايه. يا عم سيبك من سيفي بقى. طيب. احنا مالنا احنا هطلع على الفاصل يا كابتن، نرجع بعد الفاصل. هو سيفي بتاعه هيوصلنا كاس عالم. الماتش اللي جاي ايه اللي المفروض يحصل بقى؟ يمكن كابتن طارق اتكلم. هنقول دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ طب ما نقول دلوقتي. لا قبل ما اطلع بس الفاصل. بس اصابه فتوح شد من الدرجه الاولى بالنسبه لعضله السمانه، وبالتالي مده الغياب في نوعيه التشد دي من 10 ل 12 يوم، وبالتالي طبعا يعني في الماتشين اللي جايين هتبقى مشكله بالنسبه له، ويمكن كمان الماتش لو ان شاء الله بامر الله تاهلنا لدور 16 كمان فتوح ما يبقاش موجود في المباراه دي. نتمنى ان شاء الله منتخبنا يكمل عشان يرجع فتوح ويبقى متواجد مع المنتخب. اما قلنا بالنسبه لاكرم توفيق فاشتباه بشكل كبير في اصابته بالرباط الصليبي، ان شاء الله الأشعة تأكد غير كده بأمر. احنا منتظرين طبعا الشيء الرسمي أو التصريح الرسمي الخاص بالدكتور المنتخب إنه يقول لنا إيه إصابة أكرم توفيق بالظبط عشان نقدر نبلغ حضراتكم رسميا. نطلع الفاصل ومكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. كمانين مع حضراتكم، خلينا نتفق ان لا بديل عن الفوز في المباراتين القادمتين عشان نتأهل
كتاني المجموعه لو نيجيريا كسبت بقيه مبارياتها اللي هم من المؤكد طبعا بقوه في نيجيريا اللي احنا شفناه النهارده ان هو هيفوز على المنتخبين سواء غينيا بيساو او السودان بشكل كبير. خلينا نقول ان منتخبنا يعمل ايه عشان ان شاء الله يعدي الماتشين الجايين بشكل سهل وبسيط ما يبقاش فيه اي ممكن حاجه تعكر صف الفوز في المباراتين القادمين. كابتن رضا منتخبنا يعمل ايه المرحله اللي جايه؟ يرجع للطريقه القديمه بيساو والسودان، يرجع للطريقه القديمه 4-2-3-1 مكان اكرم توفيق عمر اوكي فتوحه كابتن فتوحه ايمن اشرف انت ما عندكش حد تاني في نص الملعب؟ هتلعب ترزيجيه تاني؟ لا تلعب مين يا كابتن مكانه؟ هتلعب بالتين ديفندرات بقى اوكي حمدي والنني وقدامهم عبد الله اوكي يمين وشمال يبقى صلاح ورمضان خلي بالك الثلاثي صحيح يا كابتن ممكن يبقى جاهز الماتش الجاي حتى لو السولية جاهز يقعد دكة وبعد كده يخش واحد ما يعملش زي النهاردة ويتصاب في إصابة أحمد فتوح تمام طيب ومصطفى محمد وصلاح لا أنا شريف مكان مصطفى محمد أوكي تمام كابتن أبو الدهب يعني في رجولة في الملعب في أداء رجولي أول حاجة صح يعني في أداء رجولي في الملعب تحس بالجماهير تحس بالشعب المصري اللي بيتفرجوا عليك يبقى في عدم لا مبالاه في الماتشات لا لازم اتنحرج شويه عشان كده حتى لو ما كسبتش الناس تتقف لك وتطلع بعد المباراه تقول لك ده عملت اللي عليك لكن الاداء والنتيجه بيبقوا سيئين فدي بتبقى مشكله كبيره حتى النهارده يعني كمان بتدي احنا قلنا المباراه دي هتدي جرس انذار للفرق لكن واضح ان اديت العكس يا فاروق لكن لازم تلعب باللعيبه اللي تكسبك طريقه اللعب يكون عندك طريقه اللعب لازم تتغير ولازم تعرف امكانيات اللعيبه اللي موجوده معاك في الملعب لاعب اللعيبه اللي عندها حلول اللعيبه اللي بتعرف تتحرك انت النهارده محمد صلاح كل المنتخبات اللي هتلعبك هتمسكه صحيح. ادوله الحريه في الملعب قول له خليك انت فري العب مكان رقم 10 لكن مش ممسوك ومصمم عليه انه في الحته دي عشان ما نرجعش نقول ايه اصل ما حدش بيديله اصل حد مش بيوصل له لا اللعيب اللي بيفرق واللعيب هو اللي بيفرض لنفسه وبيخلق لنفسه فرص 4-2-3-1 كابتن كمون يعني مش هنختلف زي كابتن الرضا ما قاله كابتن محمود كلام منطقي جدا انا شايف ان احنا نلعب بطريقه 4-2-3-1 توظيف اللاعبين كل واحد في مكانه عوده الروح لمنتخبنا الوطني اللي احنا عارفينها ان كلنا في ظهرهم ونتمنى ان شاء الله نكسب مباراتين غينيا بيساو والسودان ف يعني لازم نحترم الخصم يعني دي مهمه جدا فطول ما انت بتحترم الخصم او منافس بتأدي اداء نفس جدا. نفس الكلام اللي قاله كابتن بالنسبه للباك رايت والباك ليفت طبعا نفس الكلام يعني كلام لا كلام منطقي للكابتن رضا وكابتن محمد انا متفق جدا معاه تمام طب بالنسبه لراس حربه كابتن رضا كان عايز محمد شريف محمد انا متفق جدا محمد شريف برضه كابتن محمد شريف طبعا بدل المصطفى طيب عندي فقره نمبر 1 لازم اخدها مع حضراتكم النهارده بسرعه خلينا نبتديها عندي افضل مدرب اجنبي لمنتخبنا الوطني بالنسبه لكابتن رضا نمبر 1 كيروش برادلي كوبر ولا واحد كابتن ابو ده مايكل سميث كابتن كمو هو 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 الفتره دي كوبر اللي فاتت يعني لانه وصلنا كاس عالم بس هي تتحسب له كده طب اختار لي واحد يا كابتن بسرعه منهم يعني اكتر واحد عجبك من الثلاثه دول يعني افيد واحد رضي. افيد واحد ولا واحد برضه يا اختار طيب ما افضل حاجه برايك افضل حارس مرمى من وجهه نظر كابتن الكابتن رضا عصام الحضري نكون وايضا بيل انطوان انطوان بهلوان ها انطوان بهلوان انطوان بهلوان انطوان ده كان عبقري كابتن بيل انطوان بيل انطوان كابتن كمون هو طبعا بيل انطوان كان حارس عملاق لكن تاريخ وكجون ليه تاريخ في افريقيا هو الحضري تمام يعني اللي بعديها افضل مدافع كابتن اشرف قاسم كابتن نور الدين نايبت سونج اشرف طبعا اشرف قاسم كابتن ابو ده كابتن اشرف كابتن كمون نور الدين نايبت ماشي افضل مهاجم انت بنفسي لا لا كابتن حسام حسن رشيد ياكيني باتريك كابتن يا حسام حسن طبعا كابتن حسام يا كابتن حسام طبعا تقدر تقول حاجه زي كده لا افضل مدرب وطني كابتن جوهري جمال بالماضي بادو الزكي ابراهيم كان هيرجع له اتفضل يا كابتن افضل انا بالنسبه لي كابتن حسن شحاته مين من دول يا كابتن من دول
ما تقول الكابتن جوهر يا كابتن رضا. اتفضل يا كابتن رضا. انت مالك ده غريبه جدا. انت الجبال من ماضي استنى. واحد جزائري والتاني بقى مغربي. انا قلت حسن كابتن حسن شحاته. لا احنا بنتكلم على الثلاثه دول. كمونه ثانيه واحده. قول يا كابتن واحد من دول. كابتن حسن شحاته برضه. انت مالك؟ ما تقول انت في فكرتك. قول انت في فكرتك. انت بقى انت تفرض عليا رايك. طيب طيب ده كابتن ده له حق. ما تخليش ما حاجه غريبه جدا. ازاي يعني تختار واحد مغربي يعني كابتن وداع؟ يعني كابتن وداع غريبه جدا. طب الراجل قال مايكل سميث. انت ما معلقتش عليه ليه؟ لا مايكل سميث مش مكتوب اصلا. كابتن ابو الدهب. كابتن ابو الدهب اتفضل. مين يا كابتن؟ جمال بالماضي. جمال بالماضي. كابتن كمون. كابتن جوهري طبعا. كابتن جوهري ماشي قولا واحدا. افضل موهبه افريقيه كابتن من وجهه نظر كابتن رضا. جورج ويا. عبيدي بليه. اوكوشه. اوكوشه. كابتن عبيدي بليه. طب جورج ويا. جورج ويا. ماشي كابتن. اشكرك كابتن. قبل ما تشكر هو انا دايما يا كابتن تعملي مشكله كده في اخر وقت تتخانقوا. لا بصراحه حد يا كابتن ما يختارش كابتن الجوهري. انا مش عارف حاجه غريبه جدا. ده انا طول الحلقه 100 100 يجي عند كابتن جوهري يروح يختار على طول. خلاص يا كابتن. لا سنة. افضل مدرب وطني. تمام. انا من وجهه نظر كابتن حسن شحاته. انت مالك؟ انت مالك؟ هو خليك في حالك يا حبيبي. ماشي انا مالي ازاي يا كابتن رضا يا حبيبي. لحظه واحده. لا 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 مش لحظه. واحد جزائري لو مع كابتن حسن شحاته ماشي. بنتكلم مع مصريين. بنتكلم مع واحد افضل. انا مالي ازاي؟ لا مش مالي. طيب خلاص ماشي. بشكرك كابتن كمون. حط لا ما تشكروش. اشكرك انت. اشكرك كابتن ابو الدهب. بقول لكم انت تعملوا مشاكل ليه في اخر الحلقه؟ حط نفسك في موقف. ليه يا عم؟ انا بشكركم ان شاء الله بمنتخبنا ان شاء الله. كل الدعم ليه؟ كل الدعم لمنتخبنا الوطني بامر الله. والامور بالنسبه لمنتخبنا اكيد هيبقى فيها اختلاف وانا متاكد من كده. وان شاء الله مستر كروش يتم تعديل الامور الخاصه بالامور الفنيه. وفي نفس الوقت اللاعبين نفسها تراجع نفسها لان مهم جدا كمان اللاعبين يراجعوا نفسهم ويتفرجوا النهارده على الماتش اللي عملوه النهارده. اكيد الروح المعنويه كانت ناقصه كتير. اكيد التركيز كان ناقص كتير جدا. وبالتالي ده الاهم. ان شاء الله الماتش اللي جاي فوز. الماتش اللي بعده فوز. وبعد كده ان شاء الله الامور الجايه في المباراه بعد كده في حاله التاهل هتبقى مختلفه ويبقى ترتيب مختلف بالنسبه لمنتخبنا. باكد ان كابتن جوهري من افضل واعرق المدربين المصريين اللي جم في تاريخ الكره الافريقيه. واحد من الناس اللي حطوا يعني قواعد كتير في بلدان كتيره جدا في كره القدم منها طبعا الاردن ومصر. وبنتكلم كمان كانوا بيفتخروا بيه في القاره الافريقيه. وبالتالي طبعا بناكد على احترام كابتن جوهري احد الشيوخ المدربين في القاره الافريقيه. بشكركم. بكره حلقه جديده من البريمو. تصبحوا على خير. واكيد هيكون معاكم اسلام صادق غدا ان شاء الله.